صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نهاية الأسبوع. دايما بسعد بصحبتكم كل خميس وجمعة من 9 ل 11 ونص لاستعراض أهم ما جاء خلال الأسبوع وأهم الأحداث وكمان أهم القضايا اللي بتخص الشارع والأسرة المصرية. النهاردة يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهرة، حلقة جديدة ونهاية الأسبوع. عندنا فقرات مهمة جدا وأيضا فقرات جماهيرية وفقرات إخبارية، وفي فقرتنا الأولى وزي ما تعودنا كل جمعة قراءة متأنية في أهم وأبرز أحداث الأسبوع. والنهاردة هيكون منورنا لتحليل الأحداث الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري، رئيس تحرير صوت الأمة. أما في فقرتنا الثانية مشاهدينا فالحقيقة هنتكلم عن موضوع يمكن اتكلمنا فيه كذا مرة قبل كده وناس كتير جدا اتكلمت فيه قبل كده، بس واضح ان الجرائم اللي ليها علاقة بالانترنت لسه ما خلصتش. الجرائم مش بس بتكون سب وقذف وتشهير، بتكون حاجات كتيرة جدا. جرائم ليها علاقة كمان بالألعاب، جرائم ليها علاقة بالجروبس اللي الناس بتبقى مشتركة فيها. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ده اللي هنتعرف على أهم مواده في هذه الفقرة، وإزاي القانون ده ممكن يحد من الجرائم الإلكترونية وإزاي إحنا نستفيد منه، وهل القانون ده بيقيد الحريات زي ما بعض الناس بتروج ليه ولا لأ. عامة إحنا هنعرف نعمل إيه بالظبط لو تعرضنا لأي مشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو حصل هاك لأي إيميل أو لأي موقع، حتى لو موقع لمؤسسة أو موقع لجريدة أو أي حاجة زي كده. هيكون ضيوفنا في هذه الفقرة الأستاذ محمود عطية المحامي بالنقد، وكمان مهندس وليد حجاج الباحث في أمن المعلومات، عشان يقول لنا إيه بالظبط يعني التحذيرات اللي ممكن نتخذها. أما في فقرتنا الثالثة والأخيرة هيكون معانا الحقيقة موضوع مهم حول دور وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية المشردين والأطفال بلا مأوى. طيب احنا يمكن عندنا كذا نشاط ملحوظ لوزارة التضامن في الفترة اللي فاتت، وعندنا كمان يعني تساؤلات عديدة عن قصة أطفال بلا مأوى دي تحديدا، علشان الأطفال اللي بيكون مكانهم الشارع أو الأماكن اللي بتبقى ما بتراعيش الأيتام أو الأطفال بشكل يعني آدمي أو بتراعي طفولتهم وبتراعي آدميتهم، بتخلق جيل من البلطجة وجيل من المواطن بلا انتماء. ده اللي هنتعرف عليه. وزارة التضامن بتقدم للأطفال دول إيه علشان تنقذهم من هذا المستقبل المظلم، بالإضافة إلى أننا إحنا كمان نقدر نعمل إيه كمؤسسات مجتمع مدني. هيكون منورنا في هذه الفقرة أستاذ أشرف عامر، مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي. ده مشاهدينا بالنسبة لفقراتنا النهاردة الجمعة، وخلونا كده الأول نروح لمجموعة من التقارير. هنشوف دلوقتي تقرير حول إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الأحمر تزامنا مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73 حول مكافحة مرض الدرن. أكدت الوزارة الحقيقة في بيان لها أن ذلك يأتي إيمانا منها بأهمية هذا الموضوع ووجوب طرحه على مائدة الحوار من أجل إيجاد حلول غير تقليدية لدحر الدرن عام 2030. نشاهد. السيدة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ألقت كلمة مصر عن مكافحة الأمراض غير السارية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نيابة عن سيد رئيس الجمهورية وعن مجموعة سبع دول مجموعة 77 زائد الصين. الحقيقة السيدة الوزيرة خلال كلماتها أوضحت مدى خطورة الأمراض غير السارية، وأنه 70% من الوفيات في عام 2016 كان سببها الامراض غير السريه او الامراض غير المعديه، واوضحت انه يعني الحقيقه لازم خلال الفتره اللي جايه اولا يتوفر الدعم المالي
لمكافحة الأمراض غير المعدية، وده على مستوى العالمي، مش بس على المستوى المحلي، لا لكل دول العالم. ولازم منظمات أو ده لازم يكون بدعم الجمعيات أو المنظمات العالمية زي جمعية الأمم المتحدة وزي منظمة الصحة العالمية، اللي الحقيقة بتشيل يمكن أكبر عبء في هذا الشأن في دعم هذه الأمراض. الحاجة الثانية اتكلمت عن يعني ضرورة تضافر كافة الجهود داخل الدولة، مش بس القطاع الصحي هو المسؤول عن مكافحة الأمراض غير المعدية، لا أيضا قطاعات الصناعة والزراعة والتربية والتعليم لهم دور في مكافحة هذه الأمراض. اتكلمت أيضا عن ضرورة دعم الدول اللي بتعاني من أزمات اقتصادية، أو الدول اللي بتستضيف عدد كبير من اللاجئين، أو الدول اللي عندها الأمراض دي منتشرة بصورة كبيرة، وضرورة الوقوف بجوار هذه الدول لحل هذه الأزمة على المستوى العالمي. طبعا أسباب مرض الدرن أسباب كثيرة جدا، لكن أهمها نقل العدوى بالطريق المباشر، بمعنى أن لما بيكون عندي مريض مصاب بدرن رئوي إيجابي البصاء، يعني في الميكروبات موجودة في البصاء بتاعه، فبتبتدي تخرج هذه الميكروبات مع الكحة بتاعت المريض. لما بيكح طبعا في وجه أي شخص سليم بيتم عدوى هذا الشخص بمرض الدرن. في طرق أخرى للعدوى، منها طرق غير مباشرة، بمعنى المريض ده اللي هو بيبصق على الأرض من ضمن العادات السيئة اللي موجودة طبعا ومنتشرة. البصق على الأرض ده لما بيكون البصاء فيه الميكروب، فده معرض أنه يجف، الميكروب بينتشر في الجو عن طريق الكنس، عن طريق الرياح، ممكن أي شخص يستنشق هذا الميكروب ويؤدي إلى صابته بعدوى الدرن. في طريقة أخرى طبعا، وهي شرب اللبن الغير مغلي أو الغير مبستر، اللي هو طبعا جاي من حيوان مصاب بالدرن. كل دي طبعا طرق للعدوى. عندنا الدرن ممكن ينقسم لحاجتين، عدوى بالمرض أو المرض نفسه. يعني البني آدم لما بياخد عدوى الدرن بيبتدي الجهاز المناعي بيتعامل مع الميكروب. الجهاز المناعي بتاعنا الحمد لله قوي، نسبة قليلة جدا، حوالي من 5-10% فقط اللي بيتطور عندها هذه العدوى إلى مرض. تعالوا نروح بقى لتقرير تاني، حيث افتتح السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معرض أهلا بالمدارس في ميدان المالح بوسط مدينة العريش. أكد المحافظ أن البيع هيكون بأسعار مخفضة جدا تصل إلى 30%، والحقيقة كلفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالرقابة، وطبعا الرقابة على الأسعار منعا لحدوث أي مشاكل في قصة الأسعار. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني ونهاية الأسبوع. معرض دخول المدارس ده بيعتبر سنة قديمة واحنا مستمرين عليها، والغرض منها راحة المواطن، وان المواطن وانا يمكن السنة دي اشترطت على رئيس الغرفة التجارية ان يبقى على الاقل 30% من المحل من الباكيات لتجار من خارج العريش، عشان خاطر يبقى فيه التنافس والتنافس ده هيعود على المواطن. افتتاح المعرض ده رسالة قبلينا بيصل للمواطن ان احنا على اصرار وعلى عزيمة، وانا مع معالي الوزير المحافظ بيصر على انه المعرض ده او افتتاح المدارس دي تاكيد على ان التعليم هو الاساس، ان التعليم او افتتاح المدارس لا رجع فيها. المعرض يعني حاجة غيرة جدا، والحاجات اللي فيه في تناول الجميع، وأنا شايفة إقبال جامد من الناس. يعني بنشكر السيد وزير المحافظ، ونشكر كل العاملين والغرفة التجارية، كل العاملين على المشروع ده، لأنه هايل وحيخدم كل الناس. أنا شخصيا بالنسبة لجمعية أحباء مصر جيت هنا المعرض وكلمت معاهم، فهم استعدوا أن يدوني شنط للأيتام بسعر رخيص،
احنا متواجدين في معرض اهل المدارس في وسط البلد اللي احنا كل سنة احنا بنعمل المعرض ده. المعرض المقصود منه تخفيف عن كاهل المواطنين في فتح في بداية فتح المدارس والجامعات، فالحمد لله يمكن المعرض ده تحت اشراف المحافظة والغرفة التجارية ومديرية الامن والتموين ومباحث التموين، فيمكن الحمد لله احنا نشوف يمكن انتوا عديتوا وبصيتوا على المعرض وستتم افتتاحه بعد ربع ساعة او نص ساعة. الحمد لله يمكن الكراسي والأقلام متوفرة والملابس الأطفال ويمكن الملابس الرياضية والشنط. النهارده تفضل السيد اللواء الدكتور محمد فضل شوشه محافظ شمال سيناء بافتتاح عوده معرض عوده المدارس في حضور الجهاز التنفيذي والاهالي، وده برضو بنأكد ان المحافظه برضو بتنعم بجزء كبير جدا من الاستقرار الامني، ويمكن من اجمل الاخبار اللي سمعها المواطنين في محافظه شمال سيناء عوده المدارس والجامعات، وده اكبر دليل ان احنا كل يوم بنتحسن النهارده غير امبارح وهكذا يعني. وده مش ممكن طبعا ان المحافظه ككل او الجيش الشرطه هم اللي يحاربوا الارهاب، بس ان احنا كلنا هنحارب الارهاب بالعلم بالرياضه بالعمل بالتكامل والشموليه. احنا طبعا كشباب احنا متواجدين دايما في العمل العام والتطوعي، كل هدفنا ان بلدنا تتحسن، وكل بقى هدفنا ان احنا نبقى متواجدين حتى النهارده زي معرض عوده المدارس. برضو دورنا ان احنا نبقى متابعين لحركة الاسعار وحركة البيع عشان خاطر برضو المواطن فيه اللي مكفيه، وطبعا مش هنسمح لحد ان هو يعني يغلي عليه في الاسعار. طبعا ده وظيفتنا ان احنا نتابع عملية البيع، ولو في اي خطأ او اي تجاوز ان احنا نخطر سيادة المحافظ ونخطر المسؤولين. المعرض احنا اساسا لازم نقدم الافادة للمواطن، اهم حاجة ان المواطن يستلزم ان هو ياخذ باقل الاسعار اللي هي مثلا تفيده وباقل التكلفه، وان هو يحب يفضل يرجع تاني للمعرض على اساس ان هو المعرض اقل اسعار من المحلات التجاريه. اعلان عوده الدراسه في موعدها تعني عوده الحياه وسط فرحه عارمه من جميع المواطنين. مهما طال الليل لابد من بزوغ الفجر. كل عام والجميع بخير. شيرين الطبراني، شمال سيناء. النهارده بتمر ذكرى رحيل الفنان احمد رمزي اللي رحل عن عالمنا سنه 2012. اشتهر الحقيقه احمد رمزي باداء دور الفتى الشقي الوسيم، هو فتى الشاشه كما لقبوه احمد رمزي. طبعا حياته الفنيه كانت مليانه بالعديد من الاعمال ومن الابداعات المختلفه، وكان اول بطوله ليه في فيلم ايامنا الحلوه مع صديقه الفنان الراحل عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ، وطبعا سيده الشاشه فاتن حمامه. اللي ينطلق بعد كده احمد رمزي إلى سماء الفن بشكل موسع وانتشار كبير جدا. قدم أحمد رمزي للسينما أكثر من 100 فيلم في 20 عام هي عمر حياته الفنية. من الأفلام دي طبعا وسادة الخالية، تمرحنا، جدعان حارتنا، ابن حميدو، شلة المراهقين، العريس يصل غدا، السبع بنات، الشيطانة الصغيرة، وغيرها من الأفلام. اعتزل رمزي بعد كده السينما لسنوات طويلة جدا من أواخر السبعينات، ورجع بفيلم سنة 95 اسمه قط الصحراء، وبعد كده رجع سنة 2000 شارك في بطولة آخر أفلامه في السينما الوردة الحمراء مع يسرى. رمزي قدم للشاشة الصغيرة غير بعض الأعمال الفنية زي وجه القمر مع سيدة الشاشة، وسنة 2007 قدم مسلسل حنان وحنين مع عمر الشريف، وبعد كده قدم برنامج على إحدى القنوات الفضائية مع أحمد السقا اسمه الأستاذ والتلميذ. عامة أحمد رمزي فنان من طراز خاص، ويمكن حاول العديد بعد كده من الفنانين من أجيال تانية وكمان يمكن أجيال جديدة جدا أن هم يقلدوا أدائه. أحمد رمزي النهاردة بنحيي ذكراه رحمه الله.
وسامة وخفة ظل، صفات تميز بها الدنجوان فارس أحلام فتيات جيله وفتى الشاشة. إنه الفنان أحمد رمزي، أحد أبرز نجوم السينما. وفيه بنت في الدنيا تقدر تقاوم نظراتك النفاذة وابتسامتك السحرة؟ لا توجد. أهو حاضر، اسمع انت وريها لي ومالكش دعوة. لا بعربك، خليك بعيد، دي بنت من عيلة وانت مالكش بالحاجات. ولد رمزي لأب مصري وأم اسكتلندية، وذلك في 13 من مارس عام 1930 بالقاهرة. تولت والدته الأعمال العائلية عقب وفاة زوجها بعد خسارته لثروته في البورصة، فعملت كمشرفة على طالبات كلية الطب. درس رمزي بمدرسة الأرمان إلى أن التحق بكلية الطب لثلاث سنوات، لكنه تركها والتحق بكلية التجارة التي لم يكمل تعليمه بها بسبب تعلقه بعالم السينما والرياضة. وفي عام 1955 اكتشفه المخرج حلمي حليمة وعرض عليه العمل في السينما ليقدم أول أدواره في فيلم أيامنا الحلوة، وكان بترشيح من صديقه الفنان عمر الشريف ليكون هذا العمل الانطلاقة القوية في مشواره الفني. خلال مسيرته الفنية قدم الفنان أحمد رمزي أعمالا سينمائية متنوعة وصلت إلى 100 عمل، أشهرها أيام وليالي وصراع في الميناء والقلب له أحكام وابن حميد. تفضل ترى حضرة الضابط. تشك. هذه حضرة الصوت. صوت. صابت. صابت. قهوة قهوة مشاويش عطية. حاضر. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر. إزاي الكلام ده؟ ملازم أول حسن محمود وصول حميد السيد، إزاي تفضلوا ساكتين لغاية ما تباتوا في السجن؟ أصل إحنا في مأمورية سرية وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك، وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا المأمورية. وغيرها من الأعمال قبل أن يقرر الابتعاد عن الفن والاتجاه للتجارة، لكنه عاد بعد تراكم الديون عليه وظهر في مسلسل وجه القمر مع الفنانة فاتن حمامة، وشارك في فيلم الوردة الحمراء، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في مسلسل حنان وحنين عام 2006. تزوج الفنان أحمد رمزي 3 مرات، كان أولها زوجه من عطية الدرملي التي أنجب منها ابنته الكبرى بكنام، ثم تزوج للمرة الثانية من الفنانة نجوى فؤاد، لكن زواجهما لم يستمر سوى 17 يوما، حتى تزوج المرة الأخيرة من والدة أبنائه نائلة ونواف. وفي 28 من سبتمبر عام 2012 توفي الفنان أحمد رمزي عن عمر يناهز 82 عاما إثر جلطة دماغية شديدة، ليرحل جثمانه وتبقى أعماله الفنية باقية مخلدة ذكراه. أهلا بكم مرة تانية مشاهدي نهاية الأسبوع وفقرتنا الصحفية لتحليل أبرز وأهم أحداث هذا الأسبوع. منورنا في الاستوديو الأستاذ عادل السنهوري كاتب الصحفي ورئيس تحرير صوت الأمة. أهلا بسيادتك. أهلا بك مها، وأهلا بكل المشاهدين البرنامج الجميل، وكل سنة طيب. حضرتك طيب. طيب أستاذ عادل، خلينا نبتدي الأول بطبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك وكلمات عديدة، والزيارة استغرقت تقريبا 7 أيام والحقيقة لها تأثيرات عديدة جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي. كيف تقرأ هذه الزيارة؟ طيب خلينا بس نفكر الناس أنه ما بين الزيارة في الاجتماعات الجامعة المتحدة الرقم 69 وبين هذه الزيارة رقم 73، شتان الفارق ما بين الزيارتين. الزيارة الأولى للرئيس كانت بعد 2014 في ظل كانت أوضاع صعبة جدا بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت هذه أول زيارة له للجامعة العامة للأمم المتحدة في ظل بيئة معادية، محاولة يعني ضغوط على مصر. كانت مصر في هذه الدورة بتسعى إلى كسر الحصار الذي حاول البعض فرضه عليها. أعتقد لما نيجي نستعرض من في الدورة 69 لهذه الدورة شتان الفرق. هذه الدورة مصر تذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد أصبحت دولة تقف بقوة على قدميها، دولة تسعى
لإحداث نهضة تنموية كبيرة جدا. دولة تمتلك من زخم العلاقات الدولية كبير جدا. فبالتالي أعتقد أن مصر الدولة في هذه المرة هي التي كانت تتحدث، الدولة التي تحولت إلى نموذج بالفعل، وده تحدث عنه بعض المشاركين في الجامعة العامة المتحدة، أنها أصبحت نموذج لإنقاذ الدولة الوطنية اللي الرئيس أشار إليها أنها يجب أن تكون إحدى سوابق الأمم المتحدة في التعامل مع دول العالم. أعتقد أن هذه الزيارة فعلا كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس من وجهة نظري، سواء في الشق السياسي، وشفنا كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة. صحيح. أعتقد أنها كلمة يعني شعر بها كل مواطن عربي وأفريقي. الرئيس تحدث باسم العرب وباسم القارة الأفريقية عندما تساءل على لسان أي مواطن عربي كيف يثق المواطن العربي في النظام الدولي وهو يرى دوله الوطنية تنهار، كيف يثق المواطن الأفريقي في النظام الدولي وهو يرى التفاوت وما بين العالم الأول وما بين دول أفريقيا والتفاوت في الفقر والمرض والجهل. أعتقد أنه كان بالفعل كلمة واضحة، كلمة حددت مبادئ. هنا بقى مصر يعني في هذه المرة هي التي تشارك وتصيغ وتقترح تطوير المنظمة، لأن المنظمة بشكلها الحالي بدأت تفقد المصداقية بشكل كبير. أشار الرئيس جداً في سياق كلامه كان واضح جدا ما بين السطور أنه هو كان بيتكلم أن المنظمة التي يعني تتبع قواعد كذا وكذا وكذا لا ترى أن هناك تفاوت بين الدول الأفريقية ودول العالم الأول وكان ففي الشق السياسي أنه مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتحدث باسم لم يتحدث باسم مصر فقط، انما تحدث باسم العالم الثالث كله بما فيها افريقيا واسيا، وطالب بضروره انه يعني لابد ان من صياغه نظام دولي جديد قائم على مبادئ العداله ومبادئ حقوق الانسان بمعناها الشامل، وايضا مساله ضروره ان يكون هناك توافر وتوحيد في الجهود وتوافر الجهود لمحاربه الارهاب بجذوره، مش مساله محاربه جماعات مسلحه، تكثيف منابع الارهاب بما فيها حل النزاعات والقضايا المزمنه بما فيها القضيه الفلسطينيه والنزاعات في الدول الافريقيه الى اخره، ثم بعد ذلك تحقيق العداله ما بين الشعوب. يعني انت تتخيلي انه مثلا يبقى حجم الانفاق على السلاح بهذا الشكل، ثم حجم الانفاق على المساعدات والمعونات ودعم المشاريع التنمويه في دول العالم الثالث لا يمثل نسبه ضئيله جدا من اجمالي حجم الانفاق على السلاح. فعلا الرئيس كان مستنكر للنقطه دي بالتأكيد جدا. فاذا ده كان جانب الشق السياسي، بالإضافة طبعا للقاءات الكثيرة جدا. أصبح الآن العالم يسعى إليك الآن، هذه اللقاءات التي كلها كانت في بها إشادة قوية جدا بما حققته مصر في الشق السياسي ودورها في محيطها الإقليمي وفي على الصعيد الدولي. فكان كم هذه اللقاءات التي التقاها الرئيس مع زعماء ورؤساء وزراء دول أوروبا، طبعا واللقاء الأهم هو لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعتقد أنه كان يعني مصر بتؤسس لي مرحلة في العلاقات مع الولايات المتحدة تختلف تماما عن شكل العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد هذا اللقاء تحديدا، ويمكن كذا زيارة وكذا لقاء ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بس أنا عايزة أفهم دلوقتي كيف يعني سيادتك كمتخصص كيف ترى شكل هذه العلاقة، علاقة مصر أمريكا هتكون شكلها إيه؟ لا عايز أقوله أنه أعتقد اللقاءات دائما المباشرة أعتقد بتبقى لقاءات فيها توضيح لوجهات نظر كثيرة جدا. ربما احنا نختلف في وجهات النظر او في الرؤية لبعض القضايا المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لم يمنع أن تبنى هذه العلاقة على أسس من الندية، على أسس من المصالح المشتركة، ليس كما الأول. نحن لنا وجهات نظر ورؤية
تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية في علاجها لبعض القضايا في الإقليمية تحديدا وتحديدا في المنطقة العربية. ولكن هذا لم يمنع أن تكون العلاقة ما بين الرئيسين وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقة مصالح متبادلة، علاقة مشتركة، علاقة مصالح مشتركة، ولكن وليست علاقات تبعية. يعني احنا عانينا من هذا الأمر في السابق، ولذلك عندما أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية بأن مصر دورها محوري في المنطقة وأن مصر لها دور مهم جدا وخبرة كبيرة جدا في مواجهة الإرهاب وفي حل الصراعات في المنطقة وتدخل لصالح القضايا في المنطقة، أدركت أنه لابد أن تكون هناك علاقة قوية. ومنذ أن جاء الرئيس دونالد ترامب، ربما البعض يرى أنه يختلف مع الرئيس ترامب في بعض الأمور، ولكن أهم شيء ما يهم مصر من هذه العلاقة أن تكون علاقة قوية، علاقة استراتيجية مبنية على أسس جديدة، أسس من المصالح المشتركة بين الطرفين، مبنية على الندية بين الطرفين وليس على التبعية. ولذلك يعني شكل مصر دلوقتي على الخريطة السياسية خاصة فيما يخص العلاقات الأمريكية، حضرتك شايف أن هي يعني شكل مصر تغير أو هناك اعتبارات أخرى لجمهورية مصر العربية كدولة قوية عند السياسة الأمريكية؟ بالتأكيد، يعني أنه المفتاح الحل في المنطقة مهما كان الوضع في مصر، فمفتاح الحل يبدأ من القاهرة مهما 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 كان ومهما كان نشاهده الآن متدخلات من أطراف، مفتاح الحل يبدأ من القاهرة. القاهرة هي أول 2014 أول ما أطلقت أن لا حل في سوريا إلا الحل السياسي، ولذلك الكل الآن وأكد عليه الرئيس كمان كذا مرة في اللقاء ده، سوريا سواء سوريا أو سواء سوريا أو اليمن أو ليبيا أو غير. أو حتى دول أفريقية اللي بتعاني من نزاعات. بالتأكيد صح. تأكيد الرئيس أيضا على فكرة ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. أنا لا أتحدث على أنظمة في المنطقة أن أنا أؤيد نظام أو آخر، لا، أنا أتحدث عن الدولة الوطنية بكل مؤسساتها وهيئاتها وحدودها بما يحقق مصالح شعوبها. تأكيد الرئيس طوال خطاباته في أمام الأمم المتحدة أو المحافل الدولية أو في أي لقاء رسمي دولي على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، لأنه يعي تماما أن هذا المخطط كان سيمر بجميع الدول العربية، والحمد لله أنه انهار عند الأسوار المصرية. صحيح. هذا في الشق السياسي. أي زيارة بالتأكيد لها شق الاقتصادي معها طبعا، كان مهم جدا. الرئيس حريص دايما في كل الزيارات أن تكون الجانب الاقتصادي له الأولوية. أعتقد أنه أنت رايحة بعد يعني فترة من بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. أعتقد أنه اجتماعه مع كريستين لاجارد مديرة الصندوق النقد الدولي وإشادتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه يعني زي بيقولوا أضرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أقل بكثير جدا من دول أخرى، وأن مصر استطاعت تجنب أثار كثيرة لأي أعراض جانبية لهذا البرنامج، وإشادة كل المجتمع الأعمال الأمريكي، مجلس الأعمال الأمريكي وكل الشركات اللي تقر الرئيس بما حققته مصر بأنها أصبحت كمان أعلى معدلات نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي مصر حاليا. ده بيؤكد كمان أنه الأولوية الجانب الاقتصادي كان له أولوية في هذه الزيارة واللقاءات التي بالفعل على الأقل شرح الصورة، لمجرد شرح الصورة لمجتمع الأعمال الأمريكي لرئيس شركة بوينج الضخمة الأمريكية. كل الكلام ده أعتقد مهم جدا لصندوق النقد الدولي، للبنك الدولي إلى آخره، كل ده مهم جدا يعطي مصداقية فيما حققته مصر وفي برنامجها الإصلاحي أمام المجتمع الدولي. فبالتالي ده تأثيراته بقى على جذب الاستثمار، على جذب الاستثمارات، على ثقة رجال الأعمال، على تنوع كمان الاستثمارات بالتأكيد. سواء استثمارات صناعية أو غيرها أو صناعات ثقيلة أو صناعات يعني في هذه الزيارة كمان أن أنت عرضت تجارب مهمة جدا. تمام. أنت ما كانش فقط، كان هناك وزيرة الصحة اللي استعرضت التجربة مصر والرئيس أشار ليها في علاج فيروس السي، وأصبحت دول العالم دلوقتي تنظر إلى التجربة المصرية.
المصري لأنها تجربة رائدة جدا في القضاء على هذا المرض. الجزء الثاني تعرضت كمان برنامج مصر في مواجهة الفقر أو الأثار السلبية لبرنامج الإصلاح من خلال وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة وهلي من خلال برامج الحماية الاجتماعية اللي عرضها مصر. يعني أنت كنت بتعرض رؤية شاملة، رؤيتك السياسية ومحقتي في الجانب الاقتصادي وتأهيل البيئة المصرية لاستقطاب استثمارات أجنبية ومجتمعات رجال الأعمال الدولية. تمام. طيب كمان الرئيس الحقيقة ربط الشق السياسي والشق الاقتصادي ببعضهم البعض أستاذ عادل، وكان الحقيقة قال يعني كذا تصريح معناه أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من محاربة الإرهاب، أشار للعملية الشاملة سيناء 2018. أشار أيضا لأن احنا طول ما في اقتصاد قوي وتنمية مستدامة مش هيكون في إرهاب، أو هيكون صعب جدا استقطاب أي مواطن أن هو يبقى عنده فكر متطرف. صحيح. مش في مصر بس، في العالم كله. إذن الإرهاب مش شخص ومش قصر على الدول العربية بس، زي ما كان دايما بيحاولوا ان هم يصدروا هذه الفكرة في يعني السنوات اللي فاتت، ان الإرهاب زي ما طال الدول العربية وطال مصر طار جميع دول العالم. إذن هو احنا عندنا دلوقتي هدف واحد وهو محاربة الإرهاب، ومعروف جدا ويعني واضح جدا ان حرب الإرهاب بتيجي على جانب تنموي وجانب عسكري كما رأينا في العملية. شوفي مصر طوال الوقت يعني الرئيس قدم رؤية مصر لمحاربة الإرهاب، وطوال الوقت مصر لديها رؤية شاملة ليست الرؤية قاصرة في مواجهة الإرهاب. مسألة مش مسألة محاربة بالسلاح فقط بالزبط. إنما الإرهاب ده موضوع كبير جدا، موضوع كبير جدا بيتطلب سواء لدى الدولة تحارب الإرهاب هناك تنمية اقتصادية شاملة، تكفيف منابع الإرهاب، تجديد خطاب ديني، تعليم، تجارب بقى، تجارب تعليم، تجارب صحة، تجارب بالتأكيد. تجديد خطاب ديني، تجارب عديدة يعني. صحيح. لازم ان احنا نتخذها معك، لكن انه الشق الاخر بقى انه يجب ان تتوفر إرادة سياسية دولية بالفعل. يعني مصر والرئيس طالب بده انه لابد ان تكون هناك رؤية دولية موحدة تجاه الإرهاب، والبعض كان طالب بضرورة عقد مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب بحيث أن تكون هناك قرارات، أو أولا الاتفاق على مصطلح الإرهاب، ثانيا يكون هناك قرارات يعني نافذة وقوية ضد كل من يمول ويدعم والآخره كما طلبت مصر قبل ذلك وطلب الرئيس السيسي في كلمته. يجب يكون هناك توافر إرادة سياسية لدى المجتمع الدولي ولدى القوى الكبرى إرادة سياسية عملية بالزبط. يعني نعمل بها تجاه رؤية موحدة لمحاربة الإرهاب، لأنه أنت بتكلمي دلوقتي زي ما أشار الرئيس أنه ليس إرهاب عادي، لم يعد إرهاب تقليدي كما كنا نشاهده في التسعينات مثلا أو في التمانينات. مش عصابة ضد شعب ومش جيش ضد جيش، لا لا، ده تنظيمات دلوقتي متصلة بأجهزة مخابرات عالمية، دول ما شاء الله دلوقتي بتدعم وتمول الإرهاب بكل الأشكال إعلاميا وماديا وأسلحة، ذلك مكشوفا ومعروفا يعني ما أصبحش شيء مخفي، أصبح مكشوف ومعروف لدى الجميع. فبالتالي أنه اللي بتطالب به مصر وتأيدها فيه عدد كبير من الدول أنه يكون هناك فيه إرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذا الإرهاب، سواء بقى بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للإرهاب زي ما عقدنا عشرات المؤتمرات الدولية للسلام، لازم يكون أيضا هناك مؤتمر دولي حول الإرهاب اتخذ فيه قرارات نافذة، لأنه المسألة أصبحت مكشوفة ومعروفة يعني. طيب. وتحديدا نحن بنقول توفر الرؤية السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية بصفتها القوة العظمى الأولى في العالم. طيب يعني الرئيس أيضا تحدث على عدة نقاط فيما يخص تنمية الدول العربية سواء على المستوى المجتمعي والصناعي والاستثماري أو على مستوى الإرهاب، مثلا اتكلم عن اليمن وعلى سوريا وعلى ليبيا. أنا يعني تحديدا مش هتكلم على ده قوي استاذ عادل، زي ما هتكلم ولازم اسال حضرتك السؤال ده، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجامين نتنياهو وردود افعال المجتمع الدولي وردود افعال ايضا نتنياهو على هذا اللقاء. هو كان لقاء يعني قوي جدا، وكل وكالات الانباء امبارح كانت بتتكلم بالتاكيد. شوفي يعني خصوصا يعني بعد دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية، والرئيس قال في الخطاب كذا مرة فلسطين عاصمتها القدس. بصي وضع يعني كانت يعني عايز أقول لك إن لو سألت الأشقاء الفلسطينيين كأكتر دولة
يعني ضحت بشكل عملي وبشكل فعلي وفي المواقف السياسية والدعم في المنطقة وموقف ثابت هي مصر. يعني مسألة ما حدش يعني هيزايد على دور مصر القضية الفلسطينية، لأن أنا من وجهة نظري أنا لما بدافع عن القضية الفلسطينية أنا بدافع عن الأمن القومي. إذا كنت أنا بقول الأمن القومي في الخليج العربي، فأنا أيضا أمن القومي في القضية القضية الفلسطينية بالزبط. فبالتالي أنا أعتقد موقف مصر ثابت طوال يعني منذ 48 معروف موقف مصر. فبالتالي أنا أعتقد إنه الوضوح الشديد جدا دائما في مواقف مصر ده اللي يعني اعتقد بدي زخم لمسألة القضية الفلسطينية، يعني ان مصر رافضة لكل المشاريع اللي محاولة طمس القضية الفلسطينية، محاولة طمس حقوق الفلسطينيين. فبالتالي لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي كان للتأكيد على هذا، لانه يعني لا حل لقضايا كثيره في المنطقه بما فيها قضايا الارهاب الا بحل القضيه الفلسطينيه. تمام. انا كمان في نقطه بس يعني قبل ما انتقل لنقطه اخرى. امبارح يمكن كنا بنتحدث مع احد اعضاء الحزب الديمقراطي الامريكي، وانا سالته سؤال تحديدا، يعني مصر موقفها واضح واسرائيل تتخذ ما تتخذه من مواقف وتصريحات شويه كده وشويه كده. بعد هذا اللقاء وفي ظل ان احنا عارفين ان نتنياهو لا يلتزم ابدا بما يقوله ولا يلتزم بما يقال في اي مؤتمر او اي قمة، بعد هذا اللقاء كيف نتوقع ان يعني هيكون تصرف شكله ايه من الجانب الاسرائيلي؟ واذا تم تصرف غير مرضي للشعب الفلسطيني وبالتالي للمنطقة العربية بالكامل، كيف سيرد المجتمع الدولي؟ يعني هل حضرتك تتوقع ان فعلا نتنياهو هيلتزم بده ولا لا؟ شوفي يعني كل طرف بينظر الى الاوراق التي في يديه. للاسف احنا لسنا مش مصر، لا بتكلم على المنطقه العربيه، لسنا في افضل الاوضاع علشان نستطيع ان احنا كل لدينا اوراق ضغط، اوراق قوه للضغط على اسرائيل او الولايات المتحده الامريكيه. للاسف اسرائيل استغلت الاوضاع التي مرت بها الدول العربيه في الثمان سنوات الماضيه، يعني أفضل استغلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني ومحاولة القضاء تماما تهويد على على القضية الفلسطينية. واستغلت وجود الإدارة الأمريكية الجديدة للاعتراف بالقدس. فبالتالي هي المسألة بما تملكيه من أوراق ضغط، بوضع سياسي في المنطقة، بوضع عسكري في المنطقة. ولكن رغم ذلك أنه في النهاية وجود مصر الضلع الأقوى في النظام الإقليمي العربي وثبتها على موقفها ومطالبتها دائما بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو الذي يجعل دائما القضية الفلسطينية قضية حية. بالتالي بتدي الأمل للأشقاء الفلسطينيين أنه ما زالت مصر ثابتة على موقفها، مصر الدولة الوطنية، مصر القوية. لكن في التأكيد مثل هذه اللقاءات هي مسألة تأكيد على الثوابت المصرية، على الموقف المصري من القضية الفلسطينية الذي لم يتغير على مر العصور ولن يتغير، لأنه ده في النهاية بعتبر أمن قوم مصر. فبالتالي مسألة متى يرضخ نتنياهو أو متى يعني يستمع للكلام ده توقف على ما تملكيه من أوراق القوة، على توحيد المواقف، يكون موقف عربي موحد إلى آخره. كمان وأيضا موقف فلسطيني بس موحد بس لسه حتى كمان في الداخل. يعني أعتقد أن لن تحل هذه الأزمة إلا إذا اتحد يعني أطياف الشعب الفلسطيني. يجب أن احنا ننهي هذا الخلاف ليكون هناك جبهة فلسطينية موحدة، بالتالي موقف فلسطيني موحد. ومصر بتلعب دور مهم جدا في هذا المجال وهذا الصلح. فانا اعتقد انه دائما موقف مصر ما يكون هو حجر الزاويه في مساله الحل للقضيه الفلسطينيه. وانت شايفه انه مصر يعني تدخلت في امور كثيره جدا لصالح القضيه الفلسطينيه حتى خلال سنوات ما بعد
يناير 2011 انه مصر لم تغب عن البعد العربي رغم مشاكلها الداخليه بعد 2011. بالتالي ده هو هذا هو الموقف المؤثر، لانه يعني طبيعه الموقع الجغرافي، طبيعه التاريخ، طبيعه العلاقات الدوليه مع مصر، اعتقد ده هو اللي مؤهل مصر دايما انها تكون الدوله المحوريه في حل القضيه الفلسطينيه والداعمه دائما لحل القضيه الفلسطينيه. تمام، خلينا نقول ان علامه ما يحدث الان، ويمكن الاستاذ عادل اشار لي، ان اذا لم تكن الدوله قويه داخليا لن تفلح اي محاولات خارجيه ان هي يعني تقيم دوله اخرى على يعني او توقفها على رجليها زي ما بيقولوا. يعني اذا لم تكن الدوله على المستوى الداخلي على كل المستويات قويه وعندها هوية وعندها شخصية خاصة ومستقلة، أعتقد أن مش يعني الحل هو في فلسطين أو في قضية فلسطين يبدأ من الداخل، مش العكس يعني. طيب ننتقل لنقطة تانية، وهذه الأيام بتمر ذكرى رحيل زعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر. والحقيقة أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم جمال عبد الناصر. في طبعا تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدمه زعيم الأمة العربية، قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحم على روحه الطاهرة، والتقى أيضا بأسرة الزعيم جمال عبد الناصر ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة. ذكرى عبد الناصر وحلم الأمة العربية، أستاذ عادل كيف تعلق؟ يعني سبحان الله، يعني سأظل الحاضر الغائب، يعني الغائب الحاضر زي ما تسميها، يعني 48 سنة وما زال يعني عبد الناصر ما زال موجودا حاضرا في ضمير أمته بما فعله لصالح هذه الأمة، لصالح مصر، ولصالح أمته العربية، ولصالح أمته الأفريقية، ولصالح حتى عالمه الثالث. يعني احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي استحضر يعني استحضر روحه في كذا موقف، يمكن كذا موقف لأنه يعني أعتقد أنه هكذا هي الدول، يعني الدولة هكذا هي الدولة التي تستفيد من أي رصيد سياسي أو أي رصيد تاريخي لزعمائها. ما فيش هناك مرحلة تلغي مرحلة أبدا. يعني الرئيس السيسي منذ أن جاء وهو دائما في كل زياراته هو ما يشير إلى العلاقات التاريخية ما بين زي ما على سبيل المثال الصين أو الدول الأفريقية، يعني بالذات في دول العالم الثالث ما بنشوف أنه دائما الرئيس ما بيستحضر يعني ذكرى سيرة الرئيس عبد الناصر، لانه مصر مش ما كانش عبد الناصر، ما كانش عن شخص عبد الناصر، لانه عبد الناصر يمثل مصر، يمثل امته في علاقاته مع هذه الدول، مع الصين، مع افريقيا، مع دول العالم الثالث. بس خلينا اقول ان التشابه جاي، يعني العديد من المحللين بيشبه الرئيس السيسي بعبد الناصر. ليه؟ لان عبد الناصر جاء في وقته وكان هو الرمز اللي التف حواليه الجميع وكذا، كمان وقت يمكن يناير ما كانش فيه رمز الى ان جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والتف حواليه، فيمكن عشان كده كان في تشابه يمكن في الموقف مع صعوبه اللي يعني احنا فيه دلوقتي، بس كان في يعني احنا دلوقتي حربنا اصعب يمكن من زمان. الصور لما اترفعت انا افكر بس الناس في 30/6 كان مرفوع صوره عبد الناصر مع استدعاء القوات المسلحه ورمزها، كان جمال عبد الناصر ورمزها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. فأنا أعتقد أنه فكرة الثقة في المؤسسة العسكرية ده كان موجود جدا. أنت 23 يوليو كان هناك ثقة في الجيش المصري لما قام بثورة 23 يوليو وحركة الضباط الأحرار بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر. أعتقد كان هناك تشابهات كثيرة جدا نستطيع أن نعددها. فبالتالي أنا أعتقد استحضار ذكرى الرئيس عبد الناصر وما زال أنه حتى الآن العالم العربي والعالم الثالث يكن له كل التقدير والاحترام، دليل ان هذا الرجل مهما كان، لانه ده اجتهاد شخصي يخطئ ويصيب، اعتقد انه قام بافعال عظيمه جدا لامته وترك رصيد سياسي ورصيد تاريخي مهم جدا في علاقات مصر الخارجيه. احنا شفنا اجتماع الرئيس في المجموعه 77 على الصين، هذه هي عدم يعني الدول عدم الانحياز في عهد عبد
الناصر، يعني بتكلمي على دول اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه بالاضافه للصين، هذه هي الكتله التي اسسها الرئيس عبد الناصر مع نهرو ومع تيتو. اعتقد انه هذه الكتله لها دور مهم جدا، ان مصر يكون لها علاقات مع هذه الدول، فبالتالي يكون هناك داعمه لمصر في موقفها السياسية وداعمة لمصر داخليا. فأعتقد أنه ما يعني ما قام بها عبد الناصر ما زالت مصر تستفيد منه سواء في الداخل أو الخارج. فأعتقد أنه احنا في الذكرى يعني بنترحم على روح الرئيس عبد الناصر وبنستلهم تجربته ونستفيد من الأخطاء. ما فيش مانع أن احنا نستفيد من الأخطاء. ماذا تحقق من إنجازات أو ماذا تحقق من أخطاء. طيب يعني احنا يمكن كلامنا عن الزعيم جمال عبد الناصر لسه ما انتهاش، بس استاذن حضرتك في كمان في يعني هننتقل لنقطه اخرى ونيجي بقى محليا. الحقيقه جولات نشيطه جدا من رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه ورئيس الوزراء عن تفاصيل زيارته لمحافظه انا، ومش انا بس، يمكن عنده كذا واسيوط وسوهاج، والحقيقه كان في نشاط كبير جدا جدا وملحوظ جدا في ما يخص هذا النوع من التنميه وهذا النوع من المشاريع اللي بيخدم العديد من المواطنين المصريين. الجولات حضرتك شايفها ازاي اللي بيقوم بيها المهندس مصطفى مدبولي؟ يعني انا اولا بوجه التحيه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. يعني انا اعتقد هو من ساعه ما جاء هو يعني زي ما بيقولوا كتله نشاط كبيرة جدا بتتحرك في كل الاتجاه، وخاصة في يعني اتجاه تنفيذ المشاريع اللي تم الاتفاق عليها، الأولويات اللي دايما يؤكد عليها في التعليم والصحة، المتابعة المستمرة والدورية والزيارات اللي تقوم بها لكل المشروعات والمحافظات. تحديدا الصعيد، احنا يعني مش هنكرر الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان الصعيد عانى طوال فترة طويلة جدا من التجاهل ومن الإهمال منذ أن جاء الرئيس السيسي و أعلن أن الصعيد تنمية الصعيد أولوية في برنامج الحكومة. فعشان كده شفنا الزيارات التي قام بها الرئيس ثم الآن الزيارة الأخيرة، ربما الأول مرة لا أتذكر أنه في رئيس وزراء بقاله أسبوع في الصعيد حتى الآن، يعني أنه راح قعد أسبوع في الصعيد زار خلالها ثلاث محافظات. بيتم ايضا مناقشه بمناسبه الصعيد استاذ عادل يعني القانون المقدم من الحكومه بشان انهاء الهيئه العليا لتنميه جنوب الصعيد، والقانون له اهداف عديده، والصعيد زي ما بيقولوا يعني كنز من كنوز مصر. اشياء كثيره جدا حدثت من 2014 حتى الان في مساله الاهتمام بالصعيد، سواء تشكيل لجان سواء تنفيذ مشروعات الى اخره. فبالتالي احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت اهتمام بالصعيد، والرئيس راح عمل مؤتمر الشباب هناك في أسوان. فبالتالي كل هذه كانت رسائل ودلالة على اهتمام القيادة السياسية أو بداية اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد. وشفنا خلال الفترة اللي فاتت في بني سويف على سبيل المثال المجمع الصناعي اللي احنا اتكلمنا عنه في مرات سابقة، الأسمنت والرخام، هذا المجمع الضخم كل ده يخدم ابناء الصعيد، المشاريع اللي هي في اسيوط ومشاريع الطرق والمصانع اللي افتتحها رئيس الوزراء زي مصنع الالبان اللي كل يعني اللي هتعمل يعني اكتفاء ذاتي لابناء المحافظه. كل المناطق طبعا بشكل كبير جدا من الهجره الداخليه بالظبط. انا عايز اقول لك انت عانيتي معاناه شديده جدا، يعني التنميه المستدامه اللي مصر ملتزمه بيها في استراتيجيه 2030 ده مهم جدا. يعني ايه؟ انه على الاقل يكون هناك متوفره فرص عمل ومشاريع كبرى لابناء الصعيد. انت عندما اهملت هذه المشاريع عانيت الى الامرين وما زلنا بنعاني منها عندما حدث كما ذكرتي ما يسمى بالهجره الداخليه، سواء من الريف في الصعيد او الريف في وجه بحري. وعانيتي ان يعني فوجئتي او اولا فندم اثرت على هويتهم، اثرت على شخصيتهم، اثرت ان هم نفسهم اتضايقوا لانهم لا ده عملهم ولا ده مكانهم ولا دي شغلتهم، وهم بيتمتعوا بمميزات اخرى تناسب. اصبح عندك كمان قطاع العماله العشوائيه دي اللي هو العمال الموسمي اللي بيسموها العماله الموسميه، كانت خارج حسابات الدوله. ليست هناك احصائيات
او بيانات عن هذه العماله كل زي ما كانت عماله مكانهم في الارض ومكانهم في الزراعه ومكانهم في التنميه ومكانهم في حاجه ثانيه. لما يكون عندي مشاريع في كل محافظه محافظات الصعيد تستوعب الايدي العامله ويكون مشاريع مستدامه بمعنى صح، اعتقد انها تستوعب هذه الايد العامله. وزي انت بتقولي يعني بتحافظ كمان على التماسك الاجتماعي بالزبط. انت بتتكلمي على مساله مش تنميه اقتصاديه فقط، كمان تنميه اجتماعيه. انت بتعملي من هذه المشروعات كمان يعني هناك يبقى بيئه اجتماعيه سليمه في هذه الاماكن. يعني زي لما اتعمل على سبيل المثال نجع حمادي، نجع حمادي لم يكن مصنع فقط ولكن مجتمع، كان مجتمع متكامل من كل من كل انشطته الاجتماعيه، الانشطه الرياضيه، الانشطه الثقافيه الى اخره. فاعتقد انه مثل هذه المشاريع يجب ان احنا ننظر لها كمان ان لها ابعاد اخرى، ابعاد اجتماعيه. يعني ايه اللي يدفعني للاغتراب؟ هو اللي احنا بنتكلم فيه الاغتراب الداخلي، ليه ايه اللي يدفعني؟ وبعدين ايه اللي يخلينا استيقظ يعني في يوم الاقي انه ما عنديش عاصمه يعني لها هويه؟ يعني القاهره اصبحت دلوقتي يعني عباره عن موزاييك او شتات من كافه انحاء الجمهوريه، انه يتكدس فيها اكثر من 18 ل 20 مليون على رقعة ضيقة. ما هم مش لاقيين يا فندم لا تعليم ولا صحه ولا شغل ولا اي شكل من اشكال الحياه هناك. وهل هذا يعقل ان الناس تسيب كل يعني كل هذه المساحه ونتكدس كلنا في حته قد كده؟ بالظبط يعني هو ده اللي انا بقوله، انه اعتقد النظره الجديده والرؤيه الجديده الان لمساله لتوسيع يعني رقعة الاهتمام بكل انحاء مصر تبدا من الصعيد. واعتقد زي ما انت قلتي انه الصعيد كنز. يعني انا اعتقد انه هناك موارد كثيره جدا لم تكتشف حتى الان. مساله الصعيد كنز دي حاجه كويسه لينا علشان احنا ابتدينا ننمي فيه، وكان المشكله ان في اعداء كتير جدا عارفين ده يا فندم، عشان كده كانوا بيحاولوا ان هم ينشروا افكار متطرفه. أيوة. وينشروا فتنه في الصعيد وينشروا الكلام ده لو انا ما عنديش هناك مجتمع. أيوة. قوي متعلم وصحته كويسه شغال. يبقى المجتمع يعني بيشتغل مش هيبقى فاضي يسمع للكلام الفاضي ده. لما يكون هناك انت برضو التنمية الاقتصادية دايما بيستتبعها تنمية بأشكال أخرى. يعني تنمية ثقافية بقى، تنمية تعليمية طبعا. تنمية اجتماعية بتقضي على أمراض كثيرة اجتماعية كثيرة جدا. لكن فكرة الفراغ وابتعاد الدولة وتقصيرها في أداء تحس ان في فجوه ما بين المسؤول ما بين الدوله وما بين المواطن. زي بالظبط منطقه الفراغ الامني، فهذه منطقه فراغ اجتماعي تستطيع جداً. ان انت يعني تلعبي فيه براحتك سواء كان ليكي غرض او مالكيش غرض. وللاسف ان احنا في ال 30 سنه ان انت حصل فراغ، منطقه فراغ كامله جدا في الصعيد ما بين الدوله وبين مدن الصعيد. فبالتالي استطاعت انه بعض الجماعات انها تنفذ الى هذه المنطقه وتستطيع ان تسيطر وتلعب دور الدوله للاسف في تقديم خدمات بقى وطبيه ولا خدمات معونات انسانيه والاخره. فبالتالي انا اعتقد انه كانت هذه الجماعات هي البديل عن الدوله للاسف، والدوله ارتضت. واحنا عندنا مهمه صعبه جدا في رجوع مهمة الدولة الأساسية، وهي طبعا الاستماع والشعور بكل ما يريده المواطن. هي بالتأكيد بس انت ترجع ولا ثقة المواطن من خلال واقع افعال، واقع على الارض. تتكلمي على مشاريع مشاريع طرق، على مصانع، على اسكان، على اهتمام بالصحه، على اهتمام بالمدارس، على اهتمام بالقرى الاكثر احتياجا، لان الصعيد ينال الحظ الاوفر من الاهتمام بالقرى الاكثر احتياجا من خلال تنميه هذه القرى ومدها بشبكات الصرف الصحي. يعني اعتقد الميزانيه الجزء الاكبر من ميزانيه وزاره الاسكان في مشروعات الشرب والصرف الصحي متجهه الى الصعيد، بدعم طبعا من بعض المنظمات الدوليه زي البنك الدولي اللي بيشارك في هذه المشروعات متجهه الى الصعيد. وده مهم جدا، نتمنى انه بالفعل يكون الاهتمام بالصعيد على راس الاولويه، لانه ده بيحقق فوائد كثيره جدا جدا. يعني فوائد امنيه، فوائد اجتماعيه، فوائد ثقافيه، ترابط فوائد المجتمع، فوائد كمان ديموغرافيه. يعني تاثيرها على يعني احنا عاوزين نرجع تاني العاصمة بشكلها يعني المشرق القديم. يعني عندما كانت القاهرة 5 مليون أو 6 مليون كان يعني نستطيع أن احنا نقول عندنا عاصمة تليق بمصر
وليست يعني عاصمة تلم كل شتات الريف من الصعيد أو من وجه بحري. تمام. وأيضا احتراما ليهم ولأسرهم وأن هم يفضلوا يعني عندهم يعني عايشين في مكانهم وملكياتهم الخاصة وعايشين في بيئتهم المناسبة ليهم، ما يبهدلوش بقى نفسهم وأولادهم. ما هو بيهاجر لأنه مفيش فرصة عمل، مفيش فرصة. لكن لما أنا أعمل له مشاريع كبيرة جدا زي بالزبط. المصانع اللي بتتفتح دي أو لازم مشاريع لازم أديله أدمية في التعامل وحقه في تعليم صحة وأولاده ويعيشوا بشكل كويس ومحترم، ويبقى هم ما بيبقوش عايزين يمشوا يا فندم، يعني هم ما بيبقوش عايزين يسيبوا مكانهم، يعني يكون دي ظروفهم هي عدالة في الاهتمام. الاهتمام عدالة مش كل الخدمات بالزبط. مركزة في منطقة بالزبط. واحدة معينة، يكون كل هذه الخدمات يعني توزيع أفقي على كل مناطق مصر، وده اللي احنا بنطالب بيه تحديدا في الصعيد. يعني مساله انه يعني في فرصه عمل، يلاقي في خدمات صحيه تليق به كانسان، خدمات تعليميه، حتى خدمات طبيه. يعني انا يعني ببسط قوي لما بلاقي مشروعات في مجال انشاء مستشفيات في مجال معين، بدل ما يعاني الامرين ويجي للقاهره عشان يتعالج، تتوفر لديه الخدمات المقدمه من الدوله او من الجامعات الاهليه في مجال الطب على سبيل المثال. فده شيء مهم جدا على الاقل يربط كمان في مجال التعليم وفي مجال الترفيه، ويعني احنا محتاجين. وفي عندك مدن جميله جدا، يعني كل انا بقول ان كل محافظه في مصر تدفع لوحدها عاصمه، يعني بالتاكيد كل مدن الصعيد. يعني احنا للاسف بس ما بنعرفش بلدنا كويس، احنا بنعرف البلدان الخارجيه لكن ما بنعرفش بلدنا كويس. كل يعني انت بتكلمي على المنيا او سوهاج اللي انت اكتشفت ان فيها معابد بتقدم جمال وروعه، بعد كده في زيارات رئيس الوزراء ما كناش متخيلين ان هي دي سوهاج. يعني إن هذه العاصمه الجميله اللي على النيل اللي فيها متاحف، اللي فيها متاحف واثار فرعونيه ربما يعني تضاهي الاقصر. يعني احنا دايما تركيزنا انه الاثار مش موجوده في الاقصر، لا ده انت في المنيا شكله في المنيا وعندك فيني سويف وعندك في سوهاج، الخط ده كله مليان كل مدينه في الصعيد وكل محافظه في الصعيد اعتقد انه بها كنوز يستطيع ان انت تستغليها احسن استغلال. لكن ربما الفترات اللي فاتت ما كانش في الاراده الحقيقيه في تنميه الصعيد المتوفره حاليا. انا اعتقد انا بكلمك انا ملاحظ انه بقاله الدكتور مصطفى مدبولي بقاله اسبوع تقريبا او ست ايام، واعتقد ربما تكون دي لا وقال في الاخر احنا زياراتنا لسه مستمره ان دي اول للصعيد. يعني يقعد اسبوع كامل كده او ست ايام تقريبا في الصعيد، فدي ما حصلتش قبل كده. انت عارف ان كلهم بيخافوا من الصعيد فعايز يجي يقعد في التكييف يعني. لا الحمد لله يعني خلاص احنا غيرنا الفكر ده تماما. طيب اخر نقطه هتكلم فيها مع سيادتك النهارده استاذ عادل، وخلينا نتكلم شويه على نجاحات النماذج المصريه في الخارج، وناخد مثلا محمد صلاح يعني نموذج. النجم المصري محمد صلاح ساهم في تحقيق افضل انطلاقه لنادي ليفربول من في تاريخ مشاركته بمسابقه الدوري الانجليزي الممتاز بريمير ليج. كيف يمكن استغلال او الاستفاده من نجاح المصريين بالخارج بهذا الشكل؟ محمد صلاح اللي احنا كلنا بنفخر بيه وبنحبه، احنا نقدر يعني هو مثل مصر وعامل اللي عليه في الخارج، احنا كيف نستفيد من صلاح او غيره؟ يعني اقول لك حاجه بقى، يعني انا يعني يوم التصويت ده انا يعني ما اعرفش احنا مش قادرين بالفعل يكون عندنا افكار خارج الصندوق دي. يعني حتى الان يعني هذه الجوهره اللي هي بس مش خدمت مصر او مش يعني ساهمت في دعم صوره مصر الخارج، ده العالم الاسلامي كله. يعني البعض حاول يربط ما بين لماذا لم يحصل محمد صلاح على احسن لاعب وفكره يعني السياسه كان لها دور، وانه كان انه دوره كمان يعني شخصيه اعطت صوره وانطباع جيد جدا عن الاسلام بخلقه وبعلاقاته الانسانيه الجميله بشكل عام بالتاكيد كمان. يعني انا فاكر انا يوميها يعني كنت على النيل، تخيلت ان انا انه وزاره السياحه مثلا يعني في هذا اليوم اتفقت انها تعمل ليله محمد صلاح على النيل. انها زي ما بيعملوا بره على فكره، ما زي ما بيعملوا على فكره في لندن. المساله بسيطه يعني، الموضوع مش احنا مش بنعمل حاجه زياده. اذا كان لندن بيحصل فيها كده يعني ليه محمد صلاح المصري بتاعنا؟ انا عايز بس بتاعنا. يعني اقول لك ان انا كنت عايز اقول ايه. يعني تخيلت ان انا عندي حوالي 12 فندق على النيل على الضفتين، وعندي برج القاهره. يعني تخيل ان انا لو كنت يعني عملت يوم قبل التصويت
ليلة محمد صلاح بصوره كلها بالصور المتحركة بتاعته على كل ضفاف النيل على الفنادق وبرج القاهرة. تخيلي قد ايه ان دي كانت يعني بشكلها عامل ازاي. تمام. احنا مش عارف يوميها احنا اتعاملنا على انه حدث لا غير معنيين بيه, يعني انه خبر عادي جدا وبس قعدنا نحتفل بيه على الفيسبوك. يعني لا يعني في مجهود اكبر من كده شويه لازم نعمله هذا لصلاح او لغيره. عندنا نماذج كتيره جدا مشرفه. معلش انا عايز اقول لك في مجال صلاح في مجال كره القدم انت قدامك سنين تانية كتيره لما تكرر نموذج صلاح, فيجب ان هو كمان يعني اعتقد انه بيخدم مصر قوي. احنا كمان لازم نستغل ده. يعني انا يوميها قلت هو لو فيها ايه المشكله زي ما بتعمل دبي مثلا زي المثال او الدول الخارجيه انها بتحتفي بيومها الوطني بشكل يعني مبهر جدا. احنا ما كناش عملنا ده, حد كان فكر احنا هي دي المشكله. يعني الرئيس اللي قال لما قال عايزين افكار خارج الصندوق, حد يفكر انه في هذا اليوم كان ممكن انه نحول النيل ده يعني لفعل مهرجان كبير وعلى جدا. وعلى فكره المواطنين بصلاح كانوا هيتعاونوا بشكل كبير جدا. يعني احنا يعني ما بنصدق نفرح, الناس بتحب تفرح وبتحب تحتفل انه الناس هتبقى قاعده على النيل ليله سعيده للاحتفال بمحمد صلاح, سواء فاز بكاس سواء فاز باحسن لاعب. كفايه انه يوصل لهذه القائمه واحد من افضل ثلاث لاعبين في العالم فيما حققه في انجاز في سنه واحده, فاز بافضل هدف, جوائز كثيرة جدا وأرقام كثيرة جدا وألقاب كثيرة جدا حققها محمد صلاح. إزاي إحنا هنا بقى نستغل يعني أنا ما أعرفش, يعني بحس إن إحنا هنا بيبقى عندنا خجل من الاحتفال بالنجاح. يعني لازم إحنا نتحدث عن نفسنا, لازم يعني لا لازم نفتخر يعني عندنا على فكرة حاجات كتيرة جدا نفرح بيها وعندنا حاجات كتير جدا نتفاخر بيها. يعني أنا ما أعرفش أنا اندهشت أمام نفسنا وأمام العالم كله. يعني اندهشت الناس لازم الأفكار بتغيب حتى برج القاهرة وميها. أنا أتمنى إنه يعني في إدارة إدارة مستيقظة لكل الأحداث اللي بتمر بمصر عشان نقدر نستغلها. صح. يعني أنا مش عايز أقول لك في دول تانية زي بتستفيد حتى ماديا من بعض الأحداث والفعاليات, وإزاي بتكون الأماكن حولها يعني أماكن يعني بتقدر بذهب علشان لمجرد أنه يحصل فاير ووركس مثلا عام نارية أو احتفال بيوم معين أو بتاع. بالزبط. طب احنا عندنا بقى يعني احنا مش محتاجين عندنا المادة الماتيريال المادة الخام زي بقول في كل المجالات مش في الكورة بس. يعني احنا عندنا في كل المجالات ناس كتير قوي نفرح بيهم ونحتفل بيهم ونتفاخر بيهم سواء أمام نفسنا أو أمام العالم. بالزبط. دي قوتك النعمة. قوتي أنا لا أقبلك يعني أنا مش بتاع أسلحة ولا قواعد عسكرية في الخارج. أنا قوة النعمة اللي سيطرت بيها على عقول ووجدان. صحيح. وقلوب يعني ملايين العرب وحتى هانت وهنرجع إن شاء الله من بإذن الأول الله. ودايما في أمل ودايما عندنا يعني مادة للسعادة, عندنا مادة للتفاخر. إحنا ما نستقلش بنفسنا أبدا مهما حصل مهما عد علينا من مشاكل. أستاذ عادل أنا بشكرك جدا نورتنا. الله يخليك. الأستاذ عادل السنهوري كاتب الصحفي ورئيس تحرير صوت الأمة, شكرا لك مرة أخرى, دايما منور. كل سنة طيب حضرتك. طيب إحنا زي ما قلت لكم كلام عن عبد الناصر لسه لم ينتهي بعد, وخلينا نقول ان في مثل هذا اليوم 28 من شهر سبتمبر 1970 توفي الزعيم المصري جمال عبد الناصر, والنهارده بتحل علينا ذكرى 48 على رحيله. يعني الحقيقه ناصر اذا قلنا جمال عبد الناصر واحنا بقالنا مصر بقالها 48 سنه ويمكن من قبل 48 سنه بتتكلم على جمال عبد الناصر. عندنا حاجات كتيره جدا وعندنا رمز بيظل في ناصر هو الحاضر الغائب رغم مرور كل هذه السنوات, بيظل رمز للثورات, بيظل رمز بترفع صورته في ميادين الحريه بكل اماكنها في كل دول العالم. ناصر هو يعني من نادى بالوحدة العربية, وسنظل دائما فخورين بجمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية. ولو دار الزمن أو ما بدل عالبشر أحوال مكانك في القلوب يا جمال, مكانك في القلوب يا جمال.
هز عرش مصر تارة وألهب المشاعر الوطنية في قلوب الشعب وبعث في العروبة روح المقاومة تارة أخرى. جاء وذهب على عجل كحلم استغرق عقدين إلا قليلا، حلم لا يزال يحلمه المصريون ويذكرونه كل عام في ذكرى الميلاد والممات وفي عيد الثورة التي أنهت احتلالا وألغت ملكية وأسست لحكم المصري للمصري بعد عقود طويلة من حكم الغرباء. جمال عبد الناصر، حلم أمة تجسد في شخص. ولد عبد الناصر في 15 من يناير عام 1918 في حي بكوس الشعبي بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. انتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخططبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937. بدأ عبد الناصر حياته العسكرية وهو في 19 من عمره، فحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد القاهرة حاليا. وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة وتخرج فيها برتبة ملازم ثاني في يوليو عام 1938. عمل جمال عبد الناصر في منقباد بصعيد مصر فور تخرجه، ثم انتقل عام 1939 إلى السودان ورقي إلى رتبة ملازم أول. بعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية ورقي إلى رتبة يسباشي نقيب في سبتمبر عام 1942، وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك. وفي العام التالي انتدب للتدريس في الكلية الحربية وظل بها 3 سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها في 12 من مايو عام 1948، وظل بكلية أركان حرب إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بثورة يوليو. أنا طلعت يوم 23 يوليو، والنسبة الكبيرة أن أنا مرجعش. شارك في حرب 48 خاصة في أسدود ونكبة والفلوجة، وربما تكون الهزيمة العربية وقيام دولة إسرائيل قد دفعت بعبد الناصر وزملائه الضباط للقيام بثورة 23 من يوليو عام 1952. كان لعبد الناصر دورا مهما في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو عام 1949، وضم الاجتماع ضباطا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتخب في عام 1950 رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار. وحينما توسع التنظيم انتخبت قيادة للتنظيم، وانتخب عبد الناصر رئيسا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد نجاح الثورة. بعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة، وكان يتكون من 11 عضوا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب، غير أنه سرعان ما دب الخلاف بين عبد الناصر ومحمد نجيب ما أسفر في النهاية عن قيام مجلس القيادة برئاسة عبد الناصر بمهام رئيس الجمهورية، ثم أصبح في يونيو عام 1956 رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية في استفتاء شعبي. قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. أسس عبد الناصر هيئة التحرير عام 1953، ثم الاتحاد القومي في مايو عام 1957، ثم الاتحاد الاشتراكي في مايو عام 1962. القومية العربية كانت الهاجس الكبير لدى الزعيم جمال عبد الناصر، حيث أعلن الوحدة مع سوريا عام 1958 وسند حركات التحرر العربية والإفريقية، وقد أصدر خلال حياته السياسية العديد من القرارات الهامة، كان أبرزها تأميم قناة السويس عام 1956 وإنشاء السد العالي وتحرير الاقتصاد المصري من الهيمنة الأجنبية، حيث توسع في إنشاء المصانع بمختلف المجالات. Oh,
بعد هزيمة 67 خرج عبد الناصر على الجماهير طالبا التنحي من منصبه. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. عقب ذلك خروج مظاهرات في العديد من مدن مصر طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهورية واستكمال إعادة بناء القوات المسلحة تمهيدا لاستعادة الأراضي المصرية. اهتم بعدها بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، ودخل في حرب استنزاف مع إسرائيل عام 1968، وكان من أبرز أعماله في تلك الفترة بناء شبكة صواريخ الدفاع الجوي. وفي 28 من سبتمبر عام 1970، وبعد مشاركته في اجتماع مؤتمر القمة العربي بالقاهرة لوقف القتال الناشب بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني والذي عرف بأحداث أيلول الأسود، أصيب بنوبة قلبية ونقل على الفور إلى منزله، حيث فحصه الأطباء وتوفي بعدها بساعات بعد 18 عاما قضاها في السلطة، لتخرج الملايين لتشييع جثمان زعيم وطني في جنازة شعبية ورسمية اعتبرها الكثيرون أنها أعظم جنازة في التاريخ، حيث حضرها ما يقارب 5 ملايين مشيع في القاهرة وعدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم المختلفة. ولو دار الزمن او ما بدل على البشر احوال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال. أهلا بحضراتكم مرة تانية ومشاهدين نهاية الأسبوع. والحقيقة فقرة زي ما قلنا في البداية هنتكلم فيها عن جرائم التواصل الاجتماعي وجرائم المعلومات بشكل عام. يمكن زي ما حضراتكم تابعتم الفترة اللي فاتت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر منذ عدة أسابيع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وده بعد أن أقره مجلس النواب. الحقيقة رغم انتظارنا طويلا ومعاناتنا مع جرائم المعلومات فترة طويلة وانتظارنا للقانون ده بفارغ الصبر، خصوصا ان الجرائم دي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا وبشكل في تبجح كبير جدا، رغم كل ده ان لسه في ناس بتقول كلام زي من نوعية ان ده حد من الحريات او ان ده بيقتحم الخصوصيات وكلام زي كده. في فرق كبير جدا من ما بين ان احنا يعني يبقى عندنا حرية وما بين اساءة الادب اللي احنا مضطرين نقبلها علشان ما فيش قانون يحمينا من اساءة الادب دي او من اقتحام اي موقع، سواء موقع شخصي او موقع شركة او موقع مؤسسة. في فرق كبير جدا ما بين الحرية وما بين محاولات هدم الدولة. جرائم المعلومات مش موجودة في مصر بس، أو مش مقتصرة على أن في حد عمل أكاونت مش حقيقي أو حد عمل هاك على أكاونت حد تاني، لا الموضوع أو تهديد أو الكلام ده كله، لا مش ده الموضوع فقط، الموضوع بيوصل لأكبر من كده. والجرائم دي مش موجودة في مصر بس، وخارج مصر بيتم التعامل معها بمنتهى الحسن والقوة. فما نجيش على ان احنا نبقى طول الوقت بندور على قانون ان احنا يعني نحمي بيه نفسنا من مثل هذه الجرائم اللي بتبقى الطرف الثاني فيها مبهم ومش قادرين نوصله، وما بين ان احنا يكون عندنا مساحة شخصية أو حرية. كل التفاصيل دي هنتعرف عليها مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ محمود عطية محامي بالنقد ورئيس ائتلاف مصر فوق الجميع. أهلا بكم. أهلا بكم.
برحب ايضا بمهندس وليد حجاج الخبير والباحث في امن المعلومات. اهلا بك يا باشمهندس منور. طيب استاذ محمود خليني ابدا بحضرتك، ويعني احنا يعني هذا النوع من الجرائم جديد على المجتمع المصري بقاله يعني عده سنوات، وللاسف احنا كنا منتظرين هذا القانون بفارغ الصبر. هل هناك صعوبه في تطبيق هذا القانون في ظل ما يحدث الان في مصر؟ لا طبعا ما فيش صعوبه ولا حاجه، ولكن هي المساله كلها ان بقى لنا حوالي 6-7 سنين التركيبة الأخلاقية اتغيرت. ما كناش قبل كده بنسمع عن هذه الجرائم وهذه السفالات والانحطاطات اللي بتبقى موجودة على وسائل التواصل. ناهيكي عن الخيانة، ناهيكي عن الإشاعات، ناهيكي عن اتهامات البعض بما ليس فيه. فالمسألة القانون لما اتعمل هو أظن حوالي 32 مادة أو حاجة زي كده، حصر الحاجات دي بعيدا عن الفنيات. يعني المهندس وليد اتكلم فيها، حصر الجرائم وعمل عقوبات على اساس نحد من هذا الكلام، وخاصة ان هناك اشياء تضر بالامن القومي للدولة. فلما نترك هذا الموضوع لهذه الفئة التي تتلاعب بمستقبل مصر وبمستقبل الدولة، واحنا بنبني يعني فخامة رئيس سيسي شغال الراجل في بناء إعادة بناء الدولة، فاحنا كلنا معاه، فنلاقي بقى في حاجات موجودة بتهدم ما نبنيه أو ما يبنى في الـ4-5 سنوات الماضية من إشاعات وأكاذيب وإلى آخره. وبعدين نخش بقى في الأشياء الأخلاقية لبعض المتعاملين مع هذا الكلام. فده مسألة غير مقبولة بالمرة، لا حد يقبلها، حضرتك تقبليها ولا أنا أقبلها ولا المهندس وليد يقبلها ولا أي أسرة تقبلها. فهذا الموضوع القانون بيحد من هذا الكلام، وعمل عقوبات معينة بتتراوح ما بين 3 شهور وسنتين، والغرامات ما بين مثلا 10,000 جنيه بعدين بتوصل في بعض البنود أو بند أو بندين لمليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه. تمام. فانا شايف ان يعني ربنا يسهل ويطبق الحاجات دي. طيب لا احنا انا عندي لسيادتك كذا تساؤل حول الشق القانوني، بس خليني اروح للمهندس وليد. باشمهندس يعني في دلوقتي الجرائم بقت انواع كثيره جدا، التشهير، السهوله في ارتكاب الجريمه بخليها توسعت بشكل كبير، يعني تركيب الصور بقى سهل، تركيب الصوت على صوره بقى سهل، مش عارف عمل فيديو اصلا بباك جراوند مختلفه بقى سهل، تقليد الصوت لان في ابلكيشنز على الموبايل بتاخد بصمة الصوت وبتعمل مش عارفة، فأقدر أعمل مكالمة كاملة لحد وهو أصلا مش موجود، يعني ما يعرفش ما يسمعش عنها حاجة. أنواع الجرائم بقت سهلة إن هي ترتكب، وبقى المواطن مش عارف يحمي نفسه منها إزاي، منتهى التطفل، منتهى التبجح، تطفل غير عادي. يعني المفروض المواطن يعمل إيه؟ يعني بلس إن هو ما يقدرش طبعا، أكيد هيستغنى عن الإنترنت، هيعمل إيه؟ بصي، هو في البدايه بس انا حابب اوضح للناس ايه هي الجريمه الالكترونيه عشان الناس ما يلتبس عليها الموضوع. الجريمه الالكترونيه هي نوع من انواع الجرائم المعتاده العاديه، ولكن بتعتمد في الجريمه على اداه تكنولوجيه او وسيله تكنولوجيه. تمام. في حين ان كل الجرائم العاديه الجنائيه الطبيعيه لازم هتلاقي فيها طرف تكنولوجي، يعني ما فيش جريمه ما فيهاش موبايل، ما فيش جريمه ما فيهاش لابتوب، ما فيش جريمه ما فيهاش مكالمه تليفون. يعني لازم هيبقى فيها شق، بس ما بيبقاش الاعتماد الرئيسي على الجزء التكنولوجي فيها. اما الجرائم التكنولوجيه او الجرائم الخاصه بالانترنت بيبقى الانترنت والتكنولوجيا عامل رئيسي في ان الجريمه دي تتم. الجرائم كتيره جدا، ما بين انتحال شخصيه، ما بين ابتزاز، ما بين هدم مؤسسات الدوله، ما بين اختراق مواقع زي ما سمعنا كلنا وكاله انباء الشرق الاوسط وما حدث بيها. ممكن يتم اختراق شركه لمجرد الضرر بسمعتها لصالح شركه اخرى. ظهر فئه من الناس اللي هم المنتفعين، اللي هم ممكن حضرتك تأجري منهم مجموعه تقول لهم والله انا الشركه دي بتنافسني وبتقدم نفس المنتج والخدمات اللي انا بقدمها، فانا عايز اوقع الخدمه عند الشركه دي في وقت ذروه عندها عشان اخسرها. فبقت الجرائم كتيره ومش واقفه على قصه ان انا حد عمل لحد حساب وانتحل صفته، ولكن مش هنغفل، ممكن اضر باقتصاد شركه ولا اقتصاد مؤسسه عن طريق لكن مش هنغفل ان في جزء كبير جدا من الطلاقات، ويكاد يكون 60% إن ما كانش أكتر من المحاضر بيتم عملها وتحريرها في مباحث الإنترنت ليها علاقة ما بين سب وقصف، ما بين تشهير، ما بين استغلال لأسامي ناس، ما بين النصب والاحتيال وينتحل صفة،
كل دي حاجات بتحصل وبقت بكثرة. السبب الرئيسي من وجهة نظري الشخصية في الكلام ده هم أكتر من حاجة. نمرة واحد البطالة، نمرة اتنين المكسب السهل السريع، نمرة تلاتة الشخص اللي بيقوم بالجريمة متخيل ان هو قاعد ورا كمبيوتر بدل ما كان زمان بينزل يسرق شقة نشال في اتوبيس او في مواصلة عامة ممكن حد يشوفه، لا هو ورا الكمبيوتر. ما انا بقول لك هو بقى سهلة، بقت سهلة. هي مش سهلة ولكن هي بتعتمد بنسبة 95% على جهل المستخدم، عشان نبقى متفقين على دي، ان المستخدم وليست شطارة من الشخص اللي بيعمل كده يحمي نفسه، ما بيعرفش يحمي نفسه، ما بيتبعش المعايير الأمنية في التعامل الجيد مع التكنولوجيا. حضرتك النهاردة الناس بتستعمل الموبايل أو بتستعمل أي نوع من أنواع التكنولوجيا بما فيها الإنترنت بفكرة يعني فرد صدر، انا بجرب يا تمام يا مش تمام، واحد قال لي اعمل كده. بيجرب ايه الابلكيشن؟ بنزل ابلكيشن بجرب، انا فتحت الويب سايت ده عشان سمعت كذا عايز اشوف هو الويب سايت ده ايه، فعملت اكونت عليه، حد قال لي نزل اللعبه دي او بعتها لي من خلال بلوتوث فانا كنت بجربها. الالعاب هجي لك فيها بس بعدين عشان ما اختلطش. انا بتكلم في فكره ان حد بيقول لحضرتك حاجه فحضرتك بتاخدي المعلومه منه على انها مصدر ثقه وتتعاملي عليها. لكن الناس ما عندهاش الحد الادنى للتعامل مع الانترنت ولا ثقافة الامن المعلوماتي. ما هي فكرة ثقافة الامن المعلوماتي دي معناها ايه؟ التعامل السليم مع التكنولوجيا ومع الانترنت بالطريقة اللي ما تضركيش لحضرتك ولا الناس اللي حواليكي باي مشكلة او اي ضرر من اي نوع. تمام. مين طيب اللي يعي الكلام ده؟ ما حدش طبعا عنده او ما فيش ناس كتير يمكن عندها هذا النوع من الوعي، وبقى كمان طرق الاختراق زادت يعني. بتعتمد زي ما قلت لحضرتك 95% على جهل المستخدم في استخدام التكنولوجيا. طيب. خدعة بسيطة بضحك على حضرتك بيها استغلك من خلالها، لو حضرتك عارفة ان دي خدعة مش هتقعي فيها. طيب احنا هنقول لكم طبعا تعملوا ايه بالظبط عشان الناس طبعا اللي بتستعمل الموبايل، خصوصا الناس اللي ما بتبقاش عندها خبرة قوي كمان في استخدام التليفون، دول اكتر ناس يعني بيتعرضوا للمشاكل دي. طيب استاذ محمود، دلوقتي القانون زي ما سيادتك قلت في حبس وفي غرامة وفي بتبقى وفقا لايه فندم؟ يعني وفقا لنوع الجريمه ولا وفقا لان دي جريمه خاصه بشخص او مؤسسه لا او شركه؟ ما هي متقسمه زي ما حضرتك بتقولي كده. ايه بقى؟ اذا كانت خاصه باشخاص، اذا كانت خاصه بشركات، اذا كانت يعني اللي هي الاسماء الاعتباريه يعني، اذا كانت خاصه ب ب ب بحاجه في الامن القومي زي رئاسه الجمهوريه ووزاره الدفاع وزاره كده يعني. بساعات يعملوا صفحات كده وهميه عليها. في ماده للكروت الائتمان بتاعت البنوك دي. تمام. في الحاجات لو حضرتك اللي بتتسرق من القنوات بره او حاجه زي كده وحد بي 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 بيسرقها وبعدين يفرحها يبيع يعني. مش عارف دي اسمها ايه يا باشمهندس، اللي هو حق استغلال ماده مسموعه او مسموعه ومقروءه يعني زي فكره القنوات اللي بتبث نوع معين وانا اخدها وارجع انتفع من وراها باي مكسب مادي يعني. واعمل وصلات للناس. الوصلات دي ساعات ناس تبقى مثلا زي ما ساعات كنا بنشوف كده من فتره قنوات كده مش معروفه خالص وملهاش علاقه حتى ما بتطلعش من مدينه الانتاج الاعلامي، فالقنوات دي بص اللي هي بتعرض مسلسل حصري على قناه معروفه مثلا في موسم. لا 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 ده موضوع تاني، الموضوع اقتصادي ده موضوع تاني. الانتفاع اللي الوصلات حق دي المقصود بيها، بيتكلم على الوصله نفسها، الوصلات. واحد بيبقى عنده حاجه قناه ولا حاجه وهو بيعمل بقى شركه مع نفسه ويأجر زي وصلات الدي اس ال يعني، هنقول حاجه مشابهه لوصلات الدي اس ال. هو الانتفاع بغير حق. فانا بقول لحضرتك حوالي 32 ماده متقسمه زي ما تفضل الباشمهندس وزي ما بقول لحضرتك. ففي حاجات كتير جدا في حتى اللي بره يعني، اذا كان هناك في دوله وحد عمل حاجه واحنا في بيننا وبينهم تبادل يعني القانون لامم المساله للتنظيم. هو اسمه ايه؟ قانون تنظيم الاتصالات يعني، مش مكافحه الاتصالات، لا تنظيم. لو اتكلمت على اول مرحله او اول نطاق او النطاق اللي احنا دايما بنتكلم عنه اللي هو التهديد وسب وقذف وتشهير، وبتحصل ما بين ساعات افراد العيله الواحده، ما بين اصدقاء، ما بين تشهير يعني، اكيد حضرتك بتسمع عنه. دلوقتي المواطن لما اجي اقول له اتجه للمكان الفلاني عشان تعمل محضر عشان كذا، يقول لك طب وانا هستفيد ايه؟ لا طب انا عايز اعرف المواطن، ما هو اللي ما بيبقاش عارف القانون هيفيده بايه يعني، هو ايه حقه يقوله؟ هو انا اقدر فعلا ان انا اخد الجهاز او اخد تليفوني او اخد اللابتوب اللي عليه ده اروح بيه فين واعمل ايه وانا حقي فين بالظبط، وايه يعني ايه اللي ليا واللي عليا؟ الناس ما بتبقاش عارفه يعني. اصلا قبل حتى القانون ده في اداره في الداخليه بيتوجه ليها اي حد
بالصفحة أو بيصور أو بيعمل الحاجة وبيروح لهم هم بيتحروا عن هذا الموضوع. ممكن بيعرفوا يجيبوا بس المواطن ما بيبقاش عارف غير يعني مفيش ناس كتيرة بتبقى عارفة على فكرة. المواطن دايما ما المشكلة عند المواطن يعني حتى لما يجي حضرتك أي مواطن بلاش الجرائم الإنترنت بيشتكي حد مثلا في الداخلية مثلا كويس ما بيبقاش عارف حقه ولا واجبه هو نقول له طب روح اشتكي يعني في إدارة مثلا في وزارة الداخلية اللي هي التفتيش والرقابة دي إدارة جديدة جدا وهيلة جدا ومفيش حق بيضيع هناك يعني أي حد لو حتى شكوى كيدية بيتحقق فيها فلما تقولي للمواطن حضرتك طب قبل ما نرفع قضية أو قبل مش عارف ما نعمل إيه طب الأول روح اشتكي يخاف بالظبط هو بيبقى هي دي مشكلة وخصوصا بقى في الحاجات اللي فيها تشهير وفيها الكلام ده يبقى خايف فده بقى مشكلة المواطن هي التوعية يعني يبقى في زي مثلا برنامج تحرك النهضة التوعية للمواطن لو شفت حاجة بتروح تبلغ ومفيش أي مشاكل وحقك بيجي وفي سرية كاملة يعني ما هم مش إشاعة الموضوع يعني لا في سرية ما انا بقول لحضرتك هو ما بيبقاش عارف ما احنا بنعمل ده طب هنقول له انا طب نعرفه ازاي ما هو نعرفه انت حضرتك بتعمل لي برنامج اهو احنا هنعرفه يا ايه نعرفه ازاي لازم اعرفه واجبنا ان احنا نعرفه فالمواطن الاعلام عليه دور ان هو يشرح كمان للناس لما نبقى موجودين في وقت اطول نشرح لهم ماده من 32 ماده او 33 على ما اتذكر تمام والناس تتفهم لهذا الموضوع ان ده في مصلحتنا كلنا وخاصه يعني برضو لما شخص يتأذي غير لما دولة تتأذي احنا في علينا مشاكل والمؤامرة على مصر شغالة لحد دلوقتي وجرائم الانترنت من بره علينا خطيرة جدا هم وفي جماعات معينة شاطرة قوي في الحتة دي يعني. عاملين فرق عشان يبثوا الاشاعات ويبثوا مش عارف ايه ويعملوا ايه والكلام لا ما ينفعش ده كمان في ميزه تانية ان القانون اصلا ما بيقتصرش على المواطن المصري داخل حدود الدوله المصريه هو بيتعامل مع المواطن المصري اينما كان يعني حضرتك لو مواطن مصري في دوله اخرى وحصل عندك مشكله فبرضو القانون بيتعامل مع الاشخاص المصريين اللي بره مصر ده نواله حاجات جايه طب هو دلوقتي باشمهندس وليد يعني هو دلوقتي المواطن يحمي مثلا الموبايل كده لو قلنا حاجات اوليه يعمل ايه هو انا اهم من ده انا يهمني اوصل الناس رسائل تانية ان القانون ده مش تكميم افواه يعني هو ده ما بيقولش لحد ما تكتبش وليس له علاقه بالشائعات بمعنى ان الشائعات كده شائعه في قوانين جنائيه بتعاقب على الشائعات يعني ايه ملوش علاقه بالشائعات يعني حضرتك النهارده ما بيعاقبش على اصدار تصدير شائعه او تصدير شائعه على الانترنت والحاجات اللي بتحصل زي المدارس والاحداث اللي حصل الفتره اللي فاتت دي ملهاش علاقه بقانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات لان كده الشائعه ليها قوانين اخرى بالفعل موجوده القانون بيتعامل مع الجرائم التكنولوجيه او بمعنى اصح هو بيسد فراغ تشريعي كان مطلوب زمان حضرتك لما كنت بتروحي محكمه او تروحي في اي حته وتجيبي له ايميل ما كانش بيعترف بيه صوره فيديو الكلام ده كله ما كانش بيعترف بيه بعد القانون ده بقت الحاجات دي كلها يعتد بيها بخلاف انها مش بتفيد بس في قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات لكن كمان بتفيد في الجرائم العاديه يعني كان في جرائم ممكن بتتم عاديه جنائيه كان ما يعترفش فيها بايميل ولا اس ام اس جات رساله ولا بواتساب ولا الكلام ده بعد قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه واستحداث حاجه او يعني هيبقى في بعد كده حاجه اسمها معامل ادله جنائيه رقميه او ديجيتال فورنسكس لاب دي بتقدر تقول ان المستند او الحاجه اللي حضرتك مقدماها دي صح ولا مش صح وهيبقى في ده كل ده هيتم من خلال اللي هو اللائحه التنفيذيه بتاعه القانون اللي هي خلال 3 شهور من اصدار القانون اللي هو من يوم 18/8 هيتقال فيها مين الخبراء ومين اللي يمكن الاستعانه بيهم في المحكمه عشان يقول الدليل بتاع حضرتك ده دليل سليم ولا تم التلاعب فيه وفي حالات كتيره حصلت ان انا مؤلفه دليل يعني بالظبط وعايز اقول لحضرتك على حاجه في حالات كتيره حصلت دون ذكر الاسامي والواقع من 4-5 شهور ومن 2-3 في ناس عامله جرائم كبيره جدا ضد الدوله خرجت براءه بسبب ان الدليل الرقمي بتاعها تم يعني نقله من مكان الدليل لمكان اخر بطريقه غير سليمه فخلى التاريخ بتاع الفولدر اللي موجود بقى بعد مختلف. تاريخ القبض على الشخص يعني شخص عمل جريمه
وكانت الجريمه دي مثلا يوم 1/8/2018. فلما جم الناس خدوا الدليل اللي هو اللي على الكمبيوتر ده عملوا له كوبي اتنقل بتاريخ 20/8/2018. المحامي طلعه براءه قال طبعا. تاريخ الفولدر بعد التاريخ اللي تم القبض عليه. طب انا يعني هنا بقى بعد القانون ده هقدر اترك الموضوع بشكل وهقدر اخلي فيه عندنا خبرة هي اللي بتقدر تطلع الدليل، لان هي كمان اللي مهم في القضايا اللي من نوعيه جراء بالظبط، وازاي يتعامل مع الادله الجنائيه الرقميه بشكل سليم وما يفسدهاش. تمام. دي حاجه مهمه. هو انا هنا الاستاذ محمود كان بيقول نقطه مهمه جدا، وهي الاخلاقيات اللي اتغيرت وبقت للأسوأ نتيجه لاستخدام السيء او للجهل اللي حضرتك اشرت ليه مش مهندس كده. ده خلى الناس حتى على المستوى المجتمعي لو تاخدوا بالكم الناس بقت خايفه تتكلم مع بعض، يعني خايفين يبعتوا لبعض اس ام اس يقول لك احسن ياخد لي سكرين شوت، خايفين يهزروا مع بعض بالتليفون اقول لك اصل في اجهزه موبايل نوع كده معين بيسجلوا المكالمات فالناس بتقعد تحط يعني خلى في مش محتاج على فكره يعني لان في برامج بتعمل الكلام ده من العدم بتستحدثه من العدم. يعني ايه من العدم؟ يعني حضرتك انا اكثر المكالمات اللي بتجيلي الفتره اللي فاتت من ناس معروفه بابليك فيجرز، الناس دي اتفبرك ليها محادثات واتساب هي ما عملتهاش اصلا ولم يستخدم تليفونها اصلا ولكن في مواقع على الانترنت من خلالها حضرتك تقدري تعملي محادثه متفبركه باسمك وبصورتك باي كلام وباي محتوى، سواء بقى اي مسج سواء مسج عادي سواء واتساب كمان. الصوت في برامج بتعمل الكلام ده، الفيديو في برامج موجوده وفيديوهات موجوده على الانترنت بتشرح ازاي البرامج دي بتشتغل، تاخد وش راجل تركبه على جسم واحده ست او العكس بالعكس، او تاخد الليبسنج يعني في فيديو شهير لرئيس دولة أمريكا كان معمول بشكل يثبت قدرة البرامج دي واللي تقدر تعمله، انه بيقول كلام الليبسنج حتى بتاع شفايفه مش ماشي مظبوط مع شفايفه ولكن الكلام اللي بيقوله غير منطقي بالمرة منطقي. فكل ده ممكن يتم التلاعب فيه. في الآخر هي رسالة يا جماعة ما حدش يثق في حاجة على الإنترنت، كل حاجة ممكن يتم التلاعب فيها، وبالتالي دور الأدلة الجنائية الرقمية اللي قلت الحركة عليها دي هي اللي تثبت الكلام ده حقيقي ولا تم استحداثه بشكل مش سليم. تمام. طيب عندنا الاستاذ ممدوح بيقول مفروض من يتابع يكون متمرس ومتدرب يكون دارس، من الافضل يكون من خريج الحاسبات والمعلومات ما تبقاش على موظف عادي. يعني على فكره باشمهندس وليد كان لسه بيقول الحكايه دي، بس هي فكره ان يكون في عقوبه دي اللي لسه جديده، يعني في ناس كتير على فكره بعد لا عشان يبقى عارف الاخ المتصل ان كمان في ناس متخصصين ويبقى عندهم ضبطيه قضائيه، ما هو ده من ضمن برضو اللائحة التنفيذية. ما هو انا دلوقتي يا استاذ محمود الناس هتعرف ازاي ان ده مثلا ان هو يعني حد مثلا زي في الحالة اللي الباشمهندس بيقولها دي، انا دلوقتي ممكن يتم مثلا عمل ببصمة صوتي ولا حتى بصورة لي على الواتساب يقول لك هي قالت كذا وانا رديت كذا وهي قالت كذا، انا هعرف منين؟ ما هو انا هعرف منين؟ ما انا مش هعرف. لا ما هو في زي ما هكشف ازاي هو معامل الادله الجنائيه الرقميه مش مهندس بقى اللي بيقول لحضرتك المعامل الادله الجنائيه بقى في حاجات يعني مخصوصه لهذا الكلام وناس متخصصه وخبراء فالمساله هتبقى معروفه، بس هي ان احنا نتابع بس يا فندم ما تتداولش الموضوع ده وتقعد تنشره وهي مش متاكده من صحته. طب في بند في القانون او في ماده في القانون بتقول ان مثلا زي ما حصل احنا امبارح كنا بنتكلم على الفيديو بتاع الولد الصغير اللي كان بيعيط اللي كان عايز ينام في المدرسه، وده ناس كتير جدا شيرته على انه حاجه كوميديه، وانا امبارح يمكن قلت كنت متضايقه جدا وقلت ان الموضوع ما بيضحكش خالص وان الغلط كمان على اللي بيعمل شير والغلط على اللي صور اللي وزاره التربيه والتعليم مشكوره وقفتهم عن العمل. انا دلوقتي حاجه زي دي في ماده في القانون تمنع ده ان انا مثلا لما الاقي خبر مسيء التصوير ولا الشير؟ لا الشير ده مشاركه في الجريمه ودي بترجع للشخص اللي بيحكم في القضيه في البنود، يعني بنود القانون بتحاسب الشخص اللي عمل. يعني هقول لحضرتك طب التصوير لا هقول لحضرتك حاجه انا من مده كبيره كنت طالبت ان يتعمل ماده او حاجه زي كده للتصوير بتاع التليفون الموبايل. ليه؟ لان احيانا كان يتعرض على وسائل الاتصال مثلا اتنين بيتخانقوا مع بعض كويس واحد ضرب واحد فالتاني بيرد عليه، اللي اتصور اللي ضرب اللي رد على التاني كويس مين اللي هنا المدان مثلا يعني التاني، طب ما احنا ما شفناش الاولاني فبقت المساله لا وفي اقتحام خصوصيه. اقول لحضرتك مثلا قاعدين في مكان ما مثلا وفي
حد بياكل، حد يعني بيعمل حاجه عاديه، بشتري حاجه ابص الاقي حد مثلا بيسوق، انا اقدر اتحكم في ده ازاي؟ يعني ما انا مش عارفه اقدر اتعامل معاه ازاي. يعني انا قاعده باكل مثلا بص الاقي واحد رافع الموبايل وبيصورني، ده مش دي جرائم يا فندم؟ مش ده تحكم خصوصيه وبره الناس بتتحاسب عليها؟ لا لا على فكره مش بالصوره دي. ما هنا بقى يقول لك بقى ايه الحريات ومش عارف ايه والكلام. لا حريات ايه؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، مثلا بعض الاحتفالات وبعض الكلام ده اللي طالع فيه السيدات شبه عرايا، كويس، لسه الاسبوع ده. طيب ده لما يتصور ويتعرض ولا حد هيقول انت بتعرض ليه، ولا حد تقول ما ما ما, ما انت 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 اللي عامله كده؟ مش دي نقطه، لا هي النقطه ان كل واحد بيكتب حاجه من وجهه نظره وبرضه هدخلها في اقتحام الخصوصيه. لا من وجهه نظره اذا كانت لا 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 تخرج عن وجهه النظر العاقله. تمام، زي اقول لحضرتك حاجه، وجهه النظر العاقله دي بتختلف من مجتمع يعني لاخر، بتختلف من مجموعه لاخرى. احنا عندنا الفطره، كويس، الفطره هي يعني التفكير السليم، العقل السليم. الخارج بقى عن الكلام ده ما فيه سوء نيه وفي حسن نيه، يعني في حد يعمل ممكن حاجه زي كده بحسن نيه، وفي يتعمل بسوء نيه ان انا اصور وابيع واعمل والكلام ده كله. تمام، طيب فدي محطوطه في احد البنود بس مش فاكر انهي ماده. في ماده بتتكلم على على الحمايه وعلى انتهاك الخصوصيه والكلام ده، في ماده بالفعل موجوده في القانون. الماده دي بتعاقب الشخص، وحضرتك ممكن تديني الشخص اللي استغل الفيديو او استغل حاجه خاصه باسمك واعاد نشرها بناء على هو عمل ايه، هل استغلها مكسب مادي، هل هو اعاد بثها بشكل ما، فكل ده موجود من ضمن بنود القانون. الناس ساعات مشكلتهم ان هم ما بيكتشفوش ان في مثلا فيك اكاونت، ساعات بتبقى حتى الشخصيات العامه يعني بيبقى مثلا الموضوع عدى الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبه. لا لا في نقطه سعادتك كمان، الموضوع عدى مرحله الفيك اكاونتس، حضرتك ممكن يكون الاكاونت بتاعك نفسه الحقيقي وتم سرقته. طب انا هقول لحضرتك على حاجه على ارض الواقع، لا يقل دلوقتي لو في متسع من الوقت ان انا اذكر لحضرتك 10 فنانين من الصف الاول، صفحات الفيريفايد والاكاونتس الفيريفايد بتاعتهم على السوشيال ميديا مش بتاعتهم ومش تحت سيطرتهم، واللي بيستغلوها ناس بيقيدوهم ان هم يبيعوها لهم من 5000 ل 6000 دولار عشان يرجعوها لهم. وبالتالي وبالتالي حضرتك اللي بيحصل على السوشيال ميديا ممكن يكون ده حسابك اصلا وتم سرقته، او ده حساب. هو انا هعرف انه تم سرقته؟ ايوه، ما حضرتك تحس ان الحساب اتسرق بس مش عارفه ترجعيه. ارجعه ازاي؟ مش عارفه ترجعيه انه بقى كمان فيريفايد، بقى واخد العلامه الزرقاء، موثق لدى الجهه سواء فيسبوك او انستجرام. وبالتالي حضرتك مش عارفه تثبتي للجهه دي ان الحساب بتاعك اتسرق وبقى موثق ومع شخص اخر. طب اعمل ايه بقى؟ والشخص ده بينزل اخبار مباحث الانترنت بلغي. بس هو الموضوع بيبقى شويه صعب لانه موثق، دي نقطه. موثق دي بقت بتتم بورق مضروب لان برضو الجهات دي لا تملك سجل مدني للمواطنين المصريين. طبعا يعني لما اجي اقول له دي بطاقه وليد حجاج والبطاقه مضروبه، هو هيعرف منين انا وليد حجاج ولا لا؟ في الاخر الموضوع ما بيبقاش يعني في محتاج حبه شغل الفتره اللي جايه. وقانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ده نواه، ده مش كل حاجه، وكان قبليه على طول قانون حمايه البيانات الشخصيه، وفي قانون تاني هيتعمل للتجاره الالكترونيه. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك ان الفتره الجايه نظرا للتحول الرقمي اللي بتشهده الدوله المصريه والدفع بقصه التحول الرقمي ده، هيأثر على الاستثمار على فكره. الناس مش قادره تربط ما بين القوانين اللي بتتم وما بين الاستفاده اللي هتتم على ارض الواقع. في شركه حضرتك النهارده على مستوى الكون مش على مستوى مصر بتشتغل في اي مجال ما بتحتاجش تكنولوجيا وانترنت ومعلومات بيتم تبادلها؟ لا طبعا، العالم كله بيتكلم بالمعلومات. طيب مفيش انا حد كمستثمر اجنبي اجي استثمر في الدوله المصريه وابقى حاطط في اعتباري ان انا لو وقعت في مشكله او حصل عندي اختراق او حصل عندي تسريب معلومات مفيش قانون يحميني؟ مفيش قانون اصلا يحميني؟ مفيش قانون يحمي بيانات المواطنين بتوع دولتي هم في الدوله دي؟ فده هيأثر على فرص العمل وهيأثر على الاستثمار، وده كان من ضمن العوامل الرئيسيه ان احنا عجلنا بالقانون بتاع مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. كان قبليه على طول قانون حمايه البيانات الشخصيه بناء على ما صدر من الاتحاد الاوروبي. في قانون صدر في الاتحاد الاوروبي في مايو 2018 بحمايه البيانات الشخصيه للمواطنين الاوروبيين على مستوى العالم. تمام، استاذ محمود حضرتك قلت ان القانون مش صعب ان هو يطبق، بعد اللي انا سمعته ده حاسه انه صعب، مش عارفه يعني انا حاسه ان صعب ضبط هؤلاء المجرمين اللي بيعملوا الحاجات دي. التنفيذ هيبقى ازاي؟ يعني معلش حضرتك اشرح لي، وازاي هفرق يعني هرد على الناس اللي بتقول ان ده تكميم للافواه او كابتن الحريات او الكلام ده؟ بصي حضرتك يا استاذه، اللي بيقول تكميم للافواه دي ناس معروفه والاخوه النشطاء واللي ملوش اي داعي وملوش اي لازمه واللي بيلعب ضد الدوله، ما اي حاجه بتتعمل في الدوله لمصلحه الدوله مش عاجباهم. فاحنا يعني لا نلتفت لهؤلاء. والدوله ماشيه
واي يعني 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 الماده بتاعت حمايه البيانات دي لما الناس مثلا تقول لك زعلانه ايه حمايه البيانات، طب ما انا كل يوم مثلا او حضرتك تليفونات بالليل شركات مش عارف النمل والمش عارف ايه والحشرات والبتاع طب جاب نمرتي منين؟ واخد بال حضرتك؟ فزي ما يقول باشمهندس تعمل لهم بلوك عندهم 90 رقم عندهم يعني لا يكل ولا يمل. فدي من الحاجات اللي بتخدم المواطنين، ده حاجه لخدمه مواطنين وخدمه الشركات وخدمه الامن القومي وكل حاجه فيها كويسه. ولسه في كمان ممكن بعد كده يحصل تعديلات كل ما يعني الحاجات الالكترونيه ولو انا غلطان الباشمهندس صلح لي دايما كل يوم في جديد. ده صح، بيتم تحديث القوانين واضافه حاجات بما هو يتماشى مع المتغيرات والاستحداثات في التكنولوجيا كل يوم. فده هيحصل حتى الموبايل كل يوم كل مده كده كم يوم بيتعمل ابلود باين او حاجه زي كده. يعني القانون ما وقفش على ده لان حتى الدول اللي سبقتنا الدول العربيه اللي سبقتنا في قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات كل فتره بيتم استحداث. يعني الفتره اللي جايه في روبوتس هتظهر بشكل كبير، هنبتدي نحط قوانين للروبوت الارتفيشال انتليجنت والذكاء الاصطناعي هيتحط. يعني كل شويه بيتضاف حاجات على القانون، بس ده نواه زي ما قلت لحضرتك انا بصر على المسمى ده ان ده نواه في حاجات كتير لسه في بقى اكتر بداية. من كده مش نواه كقانون لا ده كمان نواه لتعاون وبروتوكولات دوليه ما بين الشركات المقدمه للخدمات والمنصات مع الدوله المصريه، نواه لتعاون دولي في مجال مكافحه الجرائم اللي على الانترنت والارهاب الدولي اللي بقى مش بيهدد مصر بس على فكره، بيهدد الانترنت كلها وعلى الانترنت بيهدد دول كلها. يعني هقول لسعادتك على حاجه من ضمن الاحداث اللي يعني اللي انا كنت بجربها الفترة اللي فاتت، في صفحات إرهاب صريح ضد الدولة المصرية وناس بتطلع بتتكلم وبتقول أبشع الألفاظ وشتائم صريحة لناس وقيادات وبتحرض على حاجات معينة تتعمل. لما دخلت عملت ريبورت على الصفحات، وأنا بقول صفحة مش حساب، على الصفحة اللي بتعملها لايك تمام، عملت ريبورتات على الصفحات دي كلها، الرد اللي جالي كان غير منطقي وما يتناسبش مع لما بعمل نفس الاجراءات دي مع صفحات لناس تانية عادية. ايه بقى بتتقفل الصفحة؟ الرد اللي جالي قال احنا من اللي احنا شايفينه ان الحاجات دي ما هياش مضرة وما هياش مؤذية والكلام ده عادي، ولو بيزعجك قوي كده اعمل بلوك للبيج. لكن في ناس تانية لما بعمل لها نفس الاجراء اللي انا عملته ده وبيكون فيها شتائم وحاجات خارجة، لان الشتائم دي برضو مش مسموح بيها على الفيسبوك، فازاي هم سمحوا بالفيديوهات دي وبالصفحات دي بالزبط. في حين لو حضرتك عندك صفحة تانية وعملت عليها نفس الاجراء ما هيش سياسية بيتم غلق الصفحة او على الاقل حذف الفيديو. فتحس ان الموضوع كده داخل فيه اتجاه سياسي بشكل او باخر، فلازم يعني بروتوكول. الموضوع مش بالبساطة اللي احنا متخيلينها، مش شوية اكاونت على الفيسبوك ولا على الانستجرام لا 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 يبقى صفحة اسمها كذا ثورة مش عارف ايه ثورة يلا ثورة الكلام ده يعني، والفيديوهات صريحة بتقول هنعمل وهنولع وهنحرق، وتيجي تعمل ريبورت في الفيديو ده ان ده فايولنس وعنف وكذا وبيحرض على كذا وهيقتل ناس، يقول لي والله انا مش شايف في حاجة. لما تيجي تلاقي فيديو تاني عربيه بتدوس على قطه موتتها وتقولي ده ضد الحيوان وعنف، يشيلوا الفيديو ويعملوا بلوك للصفحه. طب اشمعنى دي واشمعنى دي لا؟ ايه الازدواجيه في التعامل ده؟ فالموضوع محتاج مقصود ممنهج. انا ما اقدرش اتهم حد اتهام مباشر انه ممنهج، بس انا شايف ان الموضوع غير منطقي وفي ازدواجيه في التعامل. امال كده يبقى ايه؟ ما مش بقى يعني ما هو طب طالما الناس اللي تقول بقى الناس اللي تقول ما هي واضحه اهي. انا اقول لك الخطاب بتاع فخامه الرئيس في مجلس الامن لما اتكلم على الارهاب واحنا بنتكلم كتير، قال الراجل بنتكلم كتير على الارهاب والكلام، ما بنقولش بقى نكافح ازاي الكلام ده ونعمل ايه. ما ده عين الارهاب، الحاجات بتتعمل يعني بيستعملوا حتى حاجات بالشفرات والكلام ده على مواقع التواصل. هو قال ان الارهاب مش قصر على الدول العربيه بس، مش قصر على ان واحد جاي بيضربك او بيقتلك او بيضربك بالنار، لا الارهاب انواع كتير وطاير الدنيا كلها. وكمان الارهاب بالظبط اكافحه ازاي؟ عشان كده هو دايما بيتكلم على التعليم وعلى التنميه وعلى التثقيف علشان تبقى عندك قاعده او تبقى انت يعني قوي بما يكفي، ان مش اي حد يقول لك اصل في فيديو كذا فانت تصدقه وتعمل شيء. ده ارهاب. ده عند حضرتك دلوقتي هجمه شرسه من الاشاعات تمام على كل اي حاجه بتتعمل في الدوله. ده بيجيبوا صور من بلاد تانية يا فندم، مش كده؟ مش معقوله. وانا يعني واضحه ان هي من بلد تانية. اللي بيعترض ده اللي بيعترض ده سبب اعتراضه ايه؟ انا ما اعرفش اللي بيعترض سبب اعتراضه ايه واللي زعلان سبب زعله ايه، ما نعرفش. يبقى تتاكد يا فندم الفيديوهات يبقى تتاكد من اللي طالعه من دوله اسرائيل في المؤتمرات وال يعني زي ما بيقولوا عليها ايه، كل ما هو له علاقه بمجال امن المعلومات. هم طبعا متميزين في مجال امن المعلومات. بيتقال كده لاود اند كلير بشكل واضح وصريح
من القيادات اللي في الدولة الإسرائيلية. احنا صحيح دولة إسرائيل دولة صغيرة، بس احنا دولة كبيرة بالمعلومات اللي احنا بنعملها وفي مجال أمن المعلومات، واحنا عايزين نتحكم في الشعوب وفي الدول. الفيديوهات دي موجودة على الإنترنت، بحيث ان احنا مش هننزل الجيش بتاعنا يحارب ويموت منه ناس كتير، احنا عايزين بدوسة زرار نقدر نتحكم في الشعوب ونعمل اللي احنا عايزينه من خلال التحكم في المعلومات. الكلام ده في كل في مؤتمر سنوي بيتعمل عندهم يتقال في الكلام ده أكتر من مرة. واحنا عمالين ندور بقى على حاجات تانية خالص على على الفيسبوك، بندور على فيديوهات تانية وعلى حاجات تانية وعلى حاجات ما تديناش معلومة، على قد ما هي متفرج على فيديو الاقيه مثلا في حاجه في منتهى السخافه وعليه 5 مليون مشاهده. يا جماعه طب واحنا ازاي يعني حاجه في منتهى السخافه؟ ده نوع من الهيافه، ده نوع من الهيافه، ده في ناس هايفه، او التشهير او ازاء مشاعر الاخرين زي ما عملنا مع الطفل الولد الصغير اللي كان في المدرسة، إن والده متضايق وبيقول الولد رفض يروح المدرسة، وإحنا كنا لسه من أسبوع أو أسبوعين بنتكلم على التنمر. هو ده مش تنمر؟ هو ده مش إن إحنا يعني إن إحنا بنأذي مشاعر الآخرين بهذا الشكل؟ حتى لو يعني مش لازم يكون طفل صغير، أي حد إن أنت بتطلع بتتريق عليه، بتتريق على شكله، بتتريق على كلامه، بتتريق على طريقة يعني على أي حاجة، ده برضو إزاء. ما هو ده يا فندم بيرجع برضو لدور كان حضرتك اتكلمنا فيه في أول الحلقة اللي هو التوعية. حضرتك لما تلاقي فيديو زي ده ما تعديهوش وخلاص. في ناس بتعمل إيه؟ تقول الفيديو ده ما عجبنيش وتسيبه وتمشي. لا، حضرتك اعملي عليه ريبورت وخشي في الريبورت، اختاري من الريبورت ده ان ده بيؤدي الى ضرر نفسي او بيؤذي شخص او بيخلي الشخص ممكن يضر نفسه او يؤذي نفسه نتيجه الفيديو ده، او ان الفيديو ده ليه علاقه بحد انا اعرفه. حسب نوع الفيديو والمحتوى تقدري تعملي عليه ريبورت، وده دور انا بطلبه من كل مواطن مصري شريف. اي صفحه او حساب او فيديو او بوست او صوره، اي نوع من انواع المحتويات اللي على الانترنت، حضرتك شفت حاجه عندك شك انها مش سليمه او انت شايف انها مؤذيه او ممكن تكون مضره من اي نوع من الضرر، اعمل عليها ريبورت. ما تعديش الموضوع كده وتسيبه وتقول لا خلاص انا مش هعمل له شير ومش هعمل له لايك. مزبوط. لا، اعمل ريبورت. مزبوط. لازم حضرتك تبقي ايجابيه وتتصرفي. صحيح. واحنا يعني سعداء بالقانون كمان جدا، وسعداء ان القانون ده ان شاء الله يطبق في القريب العاجل، بس احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين ايه هو القانون. واتمنى ان حضراتكم تكونوا موجودين معانا بعد كده عشان تشرحوا لنا ماده ماده، لان ده دورنا ان احنا نوعي الناس بحق الحق والواجب يعني، وان حد لو تعرض لاي حاجه يعني. واضح استاذ محمود ان القانون شمل كل انواع الجرائم الاغلب. يعني لا ده في ضاف كمان حاجات جديده ما كانش موجوده قبل كده. طيب يعني اظن كده الدنيا بقت واضحه، والقانون اللي عايز يعرف القانون علشان يطبق هيعرف على فكره يعني. منشور كله مثلا على 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 اليوم السابع مثلا، يعني اللي بيتصفح ولا حاجه لو ضيع من وقته 10 دقايق عشان تعرف كده على وتعرف ازاي تحمي نفسك. ده اختراق الواي فاي نفسه بقى جريمه يعاقب عليها القانون. يعني لو حد دخل على واي فاي حضرتك في البيت تقدري تحبسيه. سامعين؟ عشان تبقوا فاهمين الموضوع بقى اكبر من الناس ما متخيله، ولكن ملوش علاقه بتكميم افواه ولا الكلام ده خالص، ولا بيراقب ولا بيجمع معلومات عن حد ولا بيخش يشوف المحادثات اللي حضرتك بتعملها. ده ملوش علاقه، مفيش حاجه بتعمل كده اصلا. مفيش حاجه يملك يعمل الكلام ده. احنا 100 مليون عايزين 100 مليون كمان عشان كان يراقبوا ال 100 مليون، يراقبوا ال 100 مليون الثانيين. كفايه اشاعات بقى يعني. مش لمن يقول هذا الكلام؟ الرئيس بوش الابن لما طلع القانون اللي هو مراقبه التليفونات والبريد والكلام ده كله، وعمله بالتمرير. حد فتح بقه في امريكا؟ ده ليه؟ لصالح الامن القومي الامريكي. امال احنا بقى وقعنا يعني من سوريا يعني من قعر القفه يعني؟ لا، بلدنا ولازم نحافظ عليها. لكن قله الادب بقى يقول لك مش عارف كتب تكميم افواه. لا يا سيدي، ما احنا سيبنا الافواه تمام، كنت هتضيعوا البلد. تمام. يعني طبعا انا بشكركم شكرا جزيلا، وبتمنى ان شاء الله يعني ان احنا نكون ايجابيين بما يكفي، ان احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على شخصيتنا وهويتنا ونحافظ على بلدنا على قد ما نقدر. في قوانين بتحكم ده، والموضوع مش بالخناق، الموضوع بالقانون، والقانون هيطبق على الجميع، سواء اللي عمل كده ده عمل كده مع شخص، مع شركه، مع مؤسسه، مع صحيفه، مع اي حد. ان شاء الله اكيد القانون هيطبق وكل واحد هياخد حقه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، استاذ محمود عطيه المحامي بالنقد ورئيس ائتلاف مصرف والجميع، شكرا يا فندم. بشكر ايضا مهندس وليد حجاج الخبير والباحث في امن المعلومات، شكرا مهندس وليد. انتظرونا بعد هذا الفاصل مشاهدينا وفقرتنا الاخيره ونهايه الاسبوع.
قتلش وشه؟ ليه ما قتلش وشه؟ مواجهة مشكلة الأطفال بلا مأوى كان ركن مهم في برنامج الرئيس السيسي من 2014، عشان كده كلف وزارة التضامن بدراسة الظاهرة والاطلاع على أفضل التجارب الدولية والتصدي ليها، ووجه صندوق تحيا مصر عشان يشارك في تمويل أول برنامج قومي لحماية الأطفال بلا مأوى، بتنفذ وزارة التضامن بالشراكة مع جمعيات أهلية مصرية وبدعم من تحيا مصر، لأنه بالتعليم والرعاية والحماية نقدر نكتشف في أولادنا قدرات ومواهب مدفونة، لأنهم في الأول والآخر ولاد مصر. مؤسسة الحرية دي أحد المؤسسات اللي البرنامج بيطورها. البرنامج بيطور 6 مؤسسات من حيث البنية التحتية و21 مؤسسة من كافة البرامج والأنشطة. المؤسسة دي بدأنا فيها تطوير في 1/2016 وانتهى التطوير في 1/1/2017. استلمناها كانت المؤسسة ديت الأسر الإقامة والعنابة بتاعت الأطفال كانت كلها مهدمة، كل دورات المياه مهدمة، اتغيرت كل ده تماما، طورت كل دورات المياه بما يتناسب مع عنف الأطفال وسلوكياتهم، من حيث ان كل أدوات السباكة والصرف الصحي والحاجات دي كلها مدفونة وراء السيراميك بحيث تعيش أطول فترة ممكنة، ويتعمل عندنا صالة ألعاب كاملة للأطفال من بلياردو وبلاي ستيشن وبينج بونج وكرة سرعة، وعندنا برضو كملنا الجهاز الوظيفي في الدار بحيث يشمل كافة التخصصات من أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومدربين نشاط متخصصين، مدرب تربية رياضية، مدرب موسيقى، مدرب تربية فنية. برضو طورنا عندنا المكان من حيث ان كان الأطفال هنا ما فيش حديقة ألعاب، نعمل لهم حديقة ألعاب متكاملة لسن الأطفال من سن 6 سنين لسن 12 سنة. تكلفة المشروع مخصص من تبرعات المصريين 114 مليون جنيه موجهة كاملة للأطفال عشان نحرك ظاهرة أطفال بلا مأوى من داخل الشارع لداخل دور رعاية أكثر أمنا للأطفال. انا شيف هنا في المؤسسه، عندنا الجدول في نظام المطبخ، جدول دوت معمول من وزاره الصحه، عندنا يعني مثلا السبت بيبقى لحمه وخضار ورز وفاكهه والسلطه. عندنا معايير الجوده بتقول ان كل مؤسسه او كل عدد اولاد معين لهم اخصائي اجتماعي واحد. كان عندنا عجز رهيب في العدد الأخصائيين الاجتماعيين والجهاز الوظيفي، بدأنا نسد العجز في الجهاز الوظيفي طبقا للمعايير دي. لقينا برضو عندنا عشان نجيب الأولاد من الشارع آلية جديدة، فرق الشارع دي قائمة على استحداث آليات لجذب الأطفال من الشارع إلى المؤسسات أو إلى أسرهم أو إعادة دمجهم مرة تانية في المجتمع. أقسم بالله العظيم وأن أعمل على تحقيق مصالحهم جميعا، وأن أعمل على تحقيق مصالحهم جميعا. هيبتدي واحد من الثلاثة هيعمل الطفل وهو نايم، والاثنين التانيين داخلين عليه وهو بيتكلم، بيبقى يحاولوا يتعاملوا بهدوء وحذر علشان طبعا هو مش عشان رد الفعل بتاع الولد. دي الدخلة بتاعتنا، كل واحد بيتعامل بمهاراته الشخصية في الدخلة دي، طرق من طرق الجذب. يعني هم بيشتتوا فكره خالص ان هم يكونوا ناس هيضروا له، ان هو طول ما هو عايش في الشارع ناس بتستغله، فهم بيحاولوا يكسروا القاعده دي. هم كده بيتعاملوا في المرحله الاولى، لسه المرحله الثانيه ما جاتش، ان شاء الله هيكون بعد كده هناخده للوحده المتنقله عندنا ويبتدي نتعامل معاه بقى ونعرف نفسنا، هيبقى لها شكل خاص خالص داخل العربيه غير الشارع خالص. والعربيه دي الفايده بتاعتها ان هي تعتبر من اهم الاداه لفريق الشارع اللي بينزل بيها في البؤر تجمع الاطفال، علشان نقدر نعمل بيها ادوات جذب للاطفال في الشارع. ودي مكونة من جوه فيها أقسام، أول جزء فيها جزء النشاط للأطفال في شاشة عرض ليهم بنستخدمها في التوعية وأداة من أداة الجذب ليهم،
وبعد كده في حجر الأخصائي النفسي بيقدر يقعد مع الطفل ويقدر يعمل ليه يتعرف على المشاكل بتاعته اللي هي والسلوكيات بتاعته اللي ممكن تكون عامل من نزول الولد للشارع. والجزء الثالث اللي في العربية جزء عيادة متنقلة بيكون فيها عندنا مسعف مدرب للتعامل في حالات الطوارئ لو الولد محتاج إسعافات أولية أو محتاج إحالة للمستشفى بناخده بالعربية نوديه للمستشفى. الفكرة الجديدة اللي بتميز بها البرنامج إن إحنا عندنا ثلاث أحجام من الوحدات المتنقلة، والسبب في ده إن في بؤر ومناطق اللي الولاد بتجمعوا فيها بتكون ضيقة جدا، فمش كل العربيات هتقدر تدخل المناطق دي. يعني العربية الصغيرة تقدر تخش الحواري والأماكن اللي الولاد بيتجمعوا فيها عشان نقدر نتعامل معاهم. كان الطفل اللي انا لقيته كان اسمه يوسف، ولد ما شاء الله عليه ذكي جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نقنعه ان هو يروح المؤسسه، لان الشارع معرض ليه لاخطار كتيره جدا، منها الناس نفسها اللي كانت عايزه تستغله استغلال سيء، لان الولد متكلم فكان هيجيب لهم دخل شهري ليهم او دخل يومي ليهم، والحمد لله نجحنا في المهمه دي. مشاكل وضار وتعز وتتجلب ايه يضحكوا عليك عشان دي يضع عليك أدوءك، والعاوزين يضحوك بيبعون فلوس. عايز اقول مفيش، عشان كل طفل في هذه في المناطق اللي مش كويسة ديت يجوا منشاء نظيفة، يجوا حتة نظيفة، يجوا أكل نظيف، بس ناكلوا أكل وسخ. فعلا بتاكل من الزبالة بجد، مبيلوش ياكلوا. ده بيتسمى ثواب عند ربنا، يعني تلاقي طفل في الشارع زي كده شلته وديته مكان راحة وأكل وشرب، هتخش الجنة. بلا مأوى، طفل مرمي في الشارع، مشكلة كبيرة جدا، قنبلة موقوتة، مشروع بلطجي، مشروع إرهابي، مشروع منحرف، وما أقدرش ألومه بعد كده لأن أنا اللي سايباه في الشارع. سبب تواجده في الشارع أسباب كتيرة جدا هنناقشها مع حضراتكم. أنا بقى المفروض أعمل إيه كدولة؟ أنا المفروض أعمل إيه كمجتمع مدني؟ إحنا المفروض نعمل إيه كإعلام؟ المفروض نعمل حاجات كتيرة جدا. فعلا زي ما عنوان الفيلم بيقول، الشارع مش مكانهم، مش ممكن الشارع يكون مكان الأطفال دول اللي ممكن بعد كده يخرجوا بعد لما يؤهلوا تأهيل صحي وتأهيل اجتماعي كويس وتأهيل نفسي كويس، يبقوا مواهب، يبقوا ظهر وسند للبلد، يبقوا أسامي مشرفة، هيخرج منهم لاعب الكورة، هيخرج منهم الفنان، هيخرج منهم العالم، هيخرج منهم الدكتور، يعني ناس كتيرة جدا، أو يعني خلينا نقول مؤسسات كتير جدا اهتمت بموضوع أطفال الشارع أو الأطفال بلا مأوى. هنعرف دلوقتي وزارة التضامن عملت إيه بالضبط، يعني كان واضح طبعا المجهود اللي قايمة بيه وزارة التضامن من الفيلم اللي احنا شفناه. هنعرف بقى احنا هنطور الموضوع ده ازاي ونوصل بيه لأعلى مستوى ازاي، لأن ده نقطة مهمة جدا جدا من نقاط أو أذرع يعني مكافحة الإرهاب. خلونا نرحب بضيفنا العزيز منورنا في الاستوديو، أستاذ أشرف عامر، مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج حماية أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. طيب أستاذ أشرف، الأول إحنا شايفين في الفيلم ما شاء الله مجهود كبير، بس سؤالي هنا يعني عايز أعرف تفصيلا، إحنا كوزارة التضامن وصلنا لفين، ويعني من هذا المجتمع، مجتمع الأطفال بلا مأوى، وصلنا بهم لحد أنهي درجة بالضبط؟ احنا في بداية بس هعرف البرنامج بتاعنا، احنا برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، وده برنامج قومي
تبنته وبتقوم بتنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق تحيا مصر وتمويل الصندوق. البرنامج ده له محاور كتير، مش مجرد يعني أول حاجة فيه محاور الوحدات المتنقلة وفرق الشارع، ودي حاجة جديدة. الدولة المصرية أول مرة تمتلك فرق الشارع، وتقريبا احنا الوحيدين اللي في الشرق الاوسط اللي عندنا وحده متنقله بالشكل ده، ودي تجربه جديده بتنفذها الدوله المصريه. فرق الشارع دي عشان نعرف الساده المشاهدين بس، فرق الشارع دي مجموعه شباب بتنزل بتتعامل بشكل متخصص جدا مع الاطفال اللي بيلاقوهم ماشيين او نايمين في الشارع. انتوا كل يوم بتشوفوهم طبعا اكيد في الاشاره في ميدان في الشارع. فرق الشارع دي كل وحده متنقله عليها فريق، الفريق مكون من اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي واخصائي نشاط ومسعف والسائق بتاع العربيه. الفريق ده مدرب وتم اختياره وتدريبه على احدث مستوى عشان يقدر يعرفوا ما يخلوش الطفل يهرب منهم. طبعا احنا المنهجيه بتاعتنا ان احنا مش من اول مره بنقدر نوصل للطفل، بنعمل معاه محاوله واثنين وثلاثه، بنبدا معاه. الشباب دول بيبداوا معاه باللعب، احنا بنوصل للولد باللعب، ما بنتكلمش معاه في البدايه اسمك عشان هو طول ما هو في الشارع خايف طبعا ومطارد هو بالنسبة له في الفكر بتاعه كده. فاحنا بنوصل الولد بالأنشطة زي ما الفيلم وضح كده، الأخصائيين بينزلوا في الشارع معهم مجموعة أنشطة بسيطة كده يقدروا يجذبوا الولد ليه، وبعد كده المرحلة التانية بياخدوا للوحدة المتنقلة بتبقى فيها متطورة أكتر في الشغل بتاعنا. تمام. طيب في نقطة دلوقتي، أنا دلوقتي يعني مواطن ماشي في الشارع ولقى طفل كده وعايز يساعده يعمل ايه؟ اوصلوا بيكوا ازاي؟ يوصلوا بينا في خط ساخن بتاع وزاره التضامن الاجتماعي 16 439. 16 439 ده على مدار اليوم يا فندم؟ على مدار اليوم من الساعه 16 439. نتصل بالرقم ده عشان في ناس بتبقى واقفه، هم اللي بيقدروا يعملوا ايه؟ يصوروا طفل بالموبايل ويقعدوا يبعتوه على الجروبس او على الفيسبوك، يا جماعه الطفل ده احنا لقيناه قاعد في الشارع او قاعد مع حد مثلا ست شكلها خطفه الولد ده، ما قاعد حد بيستخدمه في التسول. الطفل ده احنا شايفينه شكله مخطوف او شكله تايه واحنا مش عارفين نوديه فين. حاولت مثلا اتكلم مع الطفل جري وسابني طبعا، حاولت اجيب يعني طب مستحيل ما يقدرش كلام ابدا. احنا 16439 يقدروا يوصلوا لنا على دار على مستوى العشر محافظات، احنا بنشتغل على مستوى 10 محافظات كمرحله اولى من الشغل، بنشتغل القاهره والجيزه واسكندريه والقليوبيه والشرقيه والسويس والمنوفيه، وبناخد قطاع الصعيد بقى، بناخد من بني سويف والمنيا واسيوط. دور الرعايه شكلها ايه؟ احنا بدانا في الاول المحور الثاني من البرنامج تطوير المؤسسات، علشان الولد ده في الشارع انا عايز احطه في دار رعايه مناسبه آمنة لي. في الأول خالص عملنا حاجة اسمها معايير للدور دي عشان نقدر نقيمها كويس هتقدر فعلا تعمل، وفعلا لقينا فيها مشاكل، وده معيبناش ان احنا كوزارة نقدر نقول ان احنا عندنا مشاكل وبدأنا نصلحها. طورناها بنية تحتية وسد جهاز وظيفي. لقينا ان في دور البنية التحتية بتاعتها متهالكة ومهدمة، وفي دور برضو فيها جهاز وظيفي قليل، اخصائيين اجتماعيين ونفسيين قليلين ومشرفين، فبدأنا نطور الدور دي. احنا عندنا طورنا 6 دور على مستوى قطاعات، يعني في القاهرة طورنا دار للفتيات العجوزة، وطورنا دور التربية بالجيزة، وعندنا دار الحرية اللي هي في الفيلم الموجودة، وعندنا في اسكندرية في دار برضو طورناها، وعندنا في الشرقية طورناها. طب عدد الدور دي أستاذ أشرف يكفي كل الأطفال اللي موجودة؟ أكيد لا. ما هو في احنا معنا شريك اللي هو الجمعيات الأهلية، ده برضو شريك معانا في نفس البرنامج، يعني احنا مش بنشتغل لوحدها، الدولة لازما المجتمع يساعدنا. ما ينفعش الدولة تشتغل في قضية زي دي لوحدها. لا معانا دي قضية الناس كلها. معانا يعني شريك الجامعات الأهلية شريكة معانا، بتشتغل الجامعات المصرية اللي هي حابة بلدها بتشتغل معانا وبيشاركنا في المشروع وبيشاركنا برضو في التطوير. طيب انتوا بتستقبلوا الطفل في دار الرعاية لحد ما يكون عنده كام سنة؟ لحد ما يتم 18 سنة، بس احنا برضو مش بنسيبه، يعني احنا عندنا دور فيها اكبر من 18 سنة مش بتسيب ولادها. في عندنا كل الدور مطورة فيها انشطة وحرف، وفي دور تعليمية، يعني مؤسسة الحرية اللي كانت في الولاد دول بيروحوا المدرسة. الدار اللي هي في الفيلم ده فيها مدرسة اسمها مدرسة الحرية، بيروح عشان ندمج الولد في المجتمع، لان في النهاية الولد مصيره المجتمع.
أنا مش... أيوة ما أنا دلوقتي أنا عندي بقى مشكلة، أنا ممكن أبقى براعي الطفل ده لغاية ما يكبر ويعمل وده ويبقى كويس ويتعلم ويتعلم حرفة، أنا ما عنديش مشكلة، هو كده كده لازم يخرج للمجتمع. تمام. أنا في نقطة كده معينة لازم أهله ليها، أن أنت خارج لمجتمع، المجتمع ده أنا ما أعرفش هل المجتمع مؤهل بقى أنه يتقبل طفل في وسط مثلا جامعة ان يروح يتجوز مثلا او في يعيش في او يبقى الطفل ده كان في يوم من الايام. انا عندي عنصريه شديده جدا في الحته دي. الوضع اختلف عن الاول. الطفل ده اولا له اب وام وكل حاجه، يعني هو الطفل ده مش وفي مالهمش مالهمش، دي حاجه تانية اللي هي دور الايتام. احنا بنتكلم دلوقتي على دور الرعايه اللي هي خاصه بالبرنامج. يعني الطفل ده ظروف اقتصاديه، اب وام اتطلقوا، اب توفى، اب دخل السجن، ايا كانت من الظروف الصعبه اللي هي بتؤدي الولد بيكون في الشارع بيخش الدار. احنا برضو هدفنا الاساسي ان لما يخش الدار المدارس بندمجه، يعني بيكون داخل المجتمع، مش بنميزه، يعني احنا مش بنميزه ولا بنوصمه، هو بيتعامل طبيعي جدا مع الاطفال. في اهالي من الناس دي بترفض ان هي تودي ولادها الدور؟ كتير اللي هم بيستغلوهم. ايوه. لا ليه بقى يا فندم؟ لان المصيبه انا لو الطفل ده طفل يتيم مثلا فانا هوديه دار رعايه، فانا احاسب دار الرعايه على كده. ماشي تمام. انا دلوقتي مثلا طفل بشوفه انت بتعمل ايه، اصل واقف مش عارف بيعمل مناديل ولا بيعمل ايه كده ولا بيشحت ولا ايا كان، عشان انت بتروح مدرسه، انت ساكن فين كذا، انت عايش مع مين؟ مع ابويا وامي. الله. اقول لك عايزين اكرمينك في الشارع كده ازاي؟ هوضح حاجه بس، احنا عندنا نوعين من الاطفال في الشارع. النوع الاول هو الطفل اللي منقطع عن اهله، اللي هو سايب بيته لسبب من الاسباب، قلنا تفكك اسري، طلاق اب وام، عندنا ظروف اقتصاديه، ايا كانت الظروف اللي هي ادت ان هو ما يقدرش. طب بيقول لي بشتغل، هم فاهمينه ان ده شغل؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه، ده النوع الاولاني اللي هو الطفل اللي ما بيرجعش بيته خالص. النوع الثاني اللي حضرتك بتتكلمي عليه اللي هو الطفل اللي اسرته بتستغله وتدفعه للشارع وبيرجع تاني لاسرته اخر اليوم. هي ده الاسره ده دي مفيش قانون يحاسبها عليها؟ ما هي دي بقى، احنا كبرنامج ده انتهاك حقوق طفل. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا كبرنامج بنشتغل مرحله اولى على طفل الشارع، والمرحله الثانيه الشرطه بقى بتساعدنا في ده. ازاي؟ لان يعني احنا واحنا الشباب بيشتغلوا في الشارع، الطفل اللي هو بلا مأوى بناخد الطفل ده نحطه في دار الرعايه، فده الموضوع عندنا عارفين هنعمل معاه ايه. الطفل اللي هو عنده اسره والاسره بتستغله في الشارع، الشباب لو توصلوا لاسرته بيقدروا، في عندنا تواصل مع الشرطه، يقدروا هم يتعاملوا مع الاسره دي. لان انا كفريق شارع مؤهل ان انا اتعامل مع الاطفال. الاسر دي اللي بيتعامل معاها الداخليه على طول، لان هي بتستغل الولد، وده انتهاك حقوق الطفل زي ما حضرتك قلتي. طبعا. وتدمير لادميه الطفل ده مش سنه ان هو يبقى في شارع، سنه يروح مدرسته، سنه يعيش طفولته في اللعب وكل حاجه. ففعلا مش بتبقى يعني، لو احنا شفنا كده برضو يا ريت نبلغ تاني على الرقم 16 4 3 9 16 439 بتاع الوزاره، يقدروا يوصلوا لينا في العشر محافظات اللي شغالين فيها. الرقم قدامنا على الشاشه اهو 16 439. تمام. طيب في بقى انتم يعني عندكم خطه ان انتم تنتشروا في اكتر من 10 محافظات؟ على فكره ان يعني المحافظات كلها فيها اطفال بيحصل معاهم المشكله دي، والمشكله دي ما ينفعش ان هي ما تتحلش، ما فيش عندنا اختيار ان مشكله اطفال بلا مأوى ما تتحلش. فخطتكم ايه ان انتم تنتشروا في باقي محافظات مصر؟ هو احنا قبل ما نشتغل الاول كنا عملنا احصائيه ورصد في الشارع علشان نقدر نحدد المرحله الاولى اللي هنشتغل بيها. يعني اشتغلنا بناء على خطه. الدوله الاول عملت الحصر ده، وبناء اكتشفنا ان في 10 محافظات هم اللي فيهم الكثافه بتوع الاطفال دول اللي انا قلت لحضرتك عليه. اكتر محافظه فيها كثافه اطفال في الشارع ايه؟ القاهره واسكندريه، القاهره الكبرى واسكندريه. دي اكبر المحافظات، لان دي محافظات جاذبه لكل المحافظات الاخرى الاقاليم الثانيه. طبعا انتوا خليني بس سريعا كده اقول لكم، انتوا طبعا الناس اللي كانت متابعانا الصبح من بدري قوي، كان دي نتائج، بعض نتائج الهجره الداخليه اللي الناس طبعا دلوقتي، عشان احنا بنعمل تنميه للصعيد وتنميه لريف مصر وتنميه لوجه بحري، كل ده بيقلل من الظاهره، كل ده بيقلل من الظاهره دي. فطبعا يا عيني الاطفال دول جيل كامل جايين مفيش اي نوع من انواع الانتماء لاي حاجه، اتفضل ترمي في الشارع انت كده بتشتغل. انا حقيقة مش قادره اغفل هذه الجريمه يعني. كل الحاجات اللي بتتعمل من خلال الدوله من تنميه، من مساكن، من تطوير عشوائيات، كل ده بيصب في الظاهره وبتقلل شويه من الظاهره. تمام. يعني خلينا نقول القاهره الكبرى واسكندريه اكبر محافظتين محافظات الجذب للاطفال دول فيها اطفال بلا مأوى. طيب خطتكم بقى يعني هندخل على ايه
بالظبط من المحافظات؟ احنا تقريبا دلوقتي داخلين في السنه الثانيه في الشغل مع المرحله الاولى اللي هي المحافظات العشرة دي. ودلوقتي بننزل وبنحاول نعمل رصد في المحافظات الثانيه. يعني مثلا عندنا بني سويف ممكن هنتوسع في المنوفيه، عندنا المنوفيه بناخد جنبها الغربيه، بس مع الرصد برضو والدراسه وبنروح المحافظات دي نعمل فيها رصد عشان نقدر نتوسع فيها. بس احنا اقول لسه بادئين البرنامج، مش من سنه واحده هنقول احنا خلصنا. دي نواه لسه لبرنامج بيتم في الوزاره والوزاره بتتبناه، وان شاء الله المرحله الثانيه اللي احنا التوسع في المحافظات الثانيه. كيفيه متابعه البرامج دي بتبقى ازاي يا فندم عشان نحافظ على نفس المستوى؟ يعني هل في عقبات معينه بتواجه حضراتكم فيها؟ حضرتك بتقولي دلوقتي ان في مؤسسات مدنيه مشتركه معاكم ودور، ويعني في ناس بتتعاون معاكم، ضمان الاستمراريه ايه؟ احنا يعني الاعلام وده كله بيبقى دور اساسي ان الناس تعرفنا في الشارع، والناس لو عرفتنا هتقدر تساعدنا، لان احنا في بدايه نزلنا كانت بتقابلنا معوقات كتير جدا ان ما حدش عارفنا، فالناس كلها انتوا عايزين الولد ايه؟ انتوا مين؟ بتعملوا ايه؟ حتى احنا الحمد لله عملنا زي خاص بينا بالبرنامج، ممنوع اي اخصائي ينزل من غير الزي يتعامل مع الطفل. وفي كارنيه معتمد من وزاره التضامن. الاخصائي ده الناس بدات تعرفنا وبدات تساعدنا وبدات تسهل مأمورياتنا، بداوا يتصلوا بالخط الساخن علشان نقدر فيه تفاعل. لكن المعوقات اللي كانت بتقابلنا الاول عدم الناس مش عارفانا، فحتى بيقفوا ضدنا ان انت لا انت عايز تاخد الولد ده ليه؟ هقول لحضرتك فكرنا ان احنا عايزين ناخده عشان بتخطفوا الولاد، بتاخدوا الولاد من الشارع، سرقه اعضاء، كل ده بنتعرض له. ده غير القاده بتوع الشارع اللي بيستغلوا الاولاد دول، برضو كانوا بيتعرضوا لنا جامد. ولكن احنا الحمد لله عشان بندرب الاخصائيين ازاي يتعاملوا مع الحاجات اللي زي دي، وفي تعاون برضو مع الشرطه كويس معانا، فبنقدر لو قابلنا اي مخاطر من زي دي يقدروا هم. طيب دلوقتي يا فندم الناس يعني لو احنا بلغنا على الرقم ده تقدروا توصلوا بسرعه؟ لان في مثلا احنا متواجدين في الشارع اصلا. يعني احنا شغلنا في الشارع، لان مثلا بتكون سيادتك على ذكر الناس اللي هي بتاخد الولاد دول هي اللي بتوزعهم على الاماكن او على الميادين في الشارع. اول ما بيلاقوا حد بيحاول ان هو يعرف اي معلومه بتروح واخده الولد وجري على طول. او بتزقنا او بتحاول ان هي تاخد مننا التليفون عشان ما نصورهاش، يعني بيعملوا تصرفات. فانا ببقى محتاجه ان انا ابلغ بسرعه جدا قبل ما تاخد الولد وتختفي من قدامي. احنا الفرق متوزعه على مناطق الجذب بتاعه الولاد دول، يعني احنا ما بننزل خطه مدروسه لمناطق التجمع بتاعه الولاد دول. احنا مش بننزل عشوائي، بننزل بخطه. ما عليكم ان انتوا تقولوا لنا المنطقه، بس احنا مش عايزين اكتر من كده. احنا من ضمن شغلنا بنعمل حاجه اسمها رصد، يعني انا بقف شويه كده اراقب المنطقه واشوف وادرسها واعمل الاخصائي ده كله علشان يقدر يتدخل، عشان يقدر مين اللي بيشغله يقدر يتدخل معاه. لو انا هلاقي الموضوع خطر، لا ده مش بتاعي، ده الشرطه هي اللي تخش مش انا. فبيبقى في تنسيق وبيبقى في منهجيه للشغل. انا مش عايز اكتر ان حد هيقول لي ده انا شفت في ميدان الفلاني ولد بيتسول كذا، شكرا، مش عايز منك اكتر من كده. احنا كده كده بالفعل موجودين، فبنركز لو احنا عارفينه بنقدر نركز معاه اكتر ونتعاون اكتر. طيب هقول لكم رقم تاني، 16 439. انا عارفه ان في ناس كتير جدا بتستاء من شكل الاطفال اللي موجوده في الشارع، وبنبقى فعلا مش عارفين نعمل معاهم ايه، وبنحاول ان احنا نساعدهم اللي بنقدر عليه، ان احنا نديهم اكل، نديهم حاجه، بس ده كده انت بتساعده على التسول، على ان هو يستمر في الشارع. بالظبط، وانت بتساعده على انك يعني انا عارف انه بيبقى صعبان عليك وكل حاجه، بس انت كده بتساعده ان هو يعيش متسول ويعيش عالي على المجتمع، ويمكن لما يكبر هيبقى حرامي. يعني اول حاجه هيعملها ان هو هيسرقك انت. فارجوك يعني نساعد ان احنا ناهل هؤلاء الاطفال علشان بعد كده يبقوا طاقات ايجابيه في المجتمع، ما نبقاش يعني ما نبقاش عندنا جزء من الاطفال او جزء من يعني جزء من الشباب، لان دول هيكبروا ويبقوا شباب هيبقى منفصل عن هذه الدوله. وبشكرك وبشكر كل الناس اللي بتفكر بهذه الطريقه، بتفكر بطرق عندها يعني. بشكر طبعا وزاره التضامن على المجهود اللي بتفكر بيه ان هي تقدر ان هي تعمل تضافر اكتر وتضامن اكتر بين اطياف الشعب وافراد الشعب المصري على كل المستويات. وموفقين التوجه للدوله اللي بيهتم بالفئه اللي زي دي. طبعا، وطبعا بناء الدوله القويه دايما، والجيل اللي بيؤهل دلوقتي هو اللي هيبني بكره وهيبني السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها. شكرا ليك، شكرا جزيلا أستاذ أشرف عامر، مسؤول وحدات المتنقلة ببرنامج حماية أطفال بلا مأوى. شكرا لك يا فندم، سعداء بكم. شكرا لكم.
مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم نهايه الاسبوع، بتمنى ان تكونوا استفدتم من الحلقه واستفدتم من فقراتنا النهارده. ان شاء الله اشوفكم دايما كل خميس وجمعه من 9 ل 11:30 ونهايه الاسبوع، فكونوا على موعد. سلام.